صباح الخير. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا فسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. في الحقيقة في أخبار كتير جدا عن انتعاش موسم السياحة الشتوي، وخصوصا في الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ. والحقيقة أن الأجواء الشتوية في مصر بتستهوي قطاع كبير جدا من الجنسيات المختلفة، وتحديدا الجنسيات الأوروبية، وخصوصا ان احنا عارفين ان عندنا في مصر الشتاء دافي واسعار الفنادق معقولة جدا اذا يعني ما قورنا بالمنافسين بتوعنا. علشان كده الموسم الشتوي بيكون فرصة كويسة جدا لكل السياح انهم يأتوا الى مصر ويستمتعوا بطقس مصر خلال هذه الايام. حقيقة مصطفى يعني كلنا عارفين أنه طبعا أوروبا يمكن الشرقية والغربية هم أكثر الجنسيات قدوما لمصر. يمكن كمان امبارح كان في تقرير في صحيفة الديلي ميل البريطانية بيقول أن مصر هي ضمن قائمة أكثر 10 وجهات سفرا لدول أجنبية بيبحث عنها البريطانيون بالذات على محرك البحث جوجل. البريطانيين بيبحثوا عن الوجهات السياحية اللي بيقدروا يقضوا فيها رحلتهم، خصوصا الدول اللي بتوفر ليهم أجواء آمنة وفيها معالم أثرية فريدة زي اللي عندنا طبعا في الأقصر وأسوان. وكمان هم أكيد بيدوروا على مكان يقدروا يقضوا فيه الشتاء بجو دافي، ويمكن ده اللي بتميز عندنا في سيناء. يعني يمكن كل الخبراء الأثريين أو السياحيين يعني بيقولوا أن البحث عن الأثار أو السائح اللي بيأتي للمحافظات الأثرية ما بيتعداش يعني نسبته حوالي 20%، وده بيبقى تحديدا سائح يعني من عمره كبير، وبيكون بشكل عام جاي مخصوص لهذا الأمر. بس أنا عايز أقول إن مش بس المحافظات الأثرية اللي بيكون عليها إقبال من السياح، كمان أيضا المدن الساحلية. يعني عندنا شرم الشيخ، عندنا الغردقة، عندنا مرسى علم، بيكون فيهم طقس مميز في أغلب الأيام، بيكون فيهم هدوء نسبي في حالة البحر، عشان كده بيكون فرصة كبيرة جدا وإقبال كبير جدا على الشواطئ والرحلات البحرية على شواطئ هذه المدن، عشان يعملوا سنوركلينج، بيعملوا دايفينج، ينزلوا يشوفوا الشعاب المرجانية، يستمتعوا بالأجواء اللي يمكن خلال أيام الشتاء دي بتبقى في بلادهم يعني صقيع وتلج وبرودة شديدة جدا، لكن هم بيجوا هنا في مصر بيستمتعوا بكل هذه الأجواء. يمكن ده اللي بيميز مصر، ان احنا عندنا طول الوقت جذب او عامل جذب للسائح. احنا عندنا في الشتاء الأقصر وأسوان، وزي ما انت يا مصطفى كنت لسه بتحكي دلوقتي انه كمان في سيناء، في شرم الشيخ، في مرسى علم، في الغردقة، الجو الدافي بيجذب السائح اللي هو في بلده يمكن الشمس ما بتطلعش فعايز يروح يقضي الشتاء في مكان دافي شوية. عندنا السياحة العلاجية، يمكن عندنا سيوة كمان عامل جذب كبير جدا لنوع معين من السياح. عندنا في الوقت ده كمان سياحة المؤتمرات وغيره وغيره، عندنا أنواع كتيرة من السياحة وليها عامل جذب كبير جدا للسياح من مختلف أنحاء العالم. طبعا احنا لسه في نص الموسم الشتوي، وإن شاء الله الإقبال هيكون أكبر في الأيام الجاية، لأن كل ده بيعمل حالة من الرواج في المدن السياحية. وطبعا السياحة بتوفر للبلد عملة صعبة، بتوفر فرص عمل كتير. يعني احنا الفترة دي احنا بنحب دايما نبتدي كده يومنا بأخبار حلوة، ويمكن دي من الأخبار اللي كانت حلوة جدا وحبينا ان احنا نشارك حضراتكم فيها. لسه هنتابع مع بعض في الموسم او بقية الموسم السياحة هتبقى عاملة ازاي، وان شاء الله يبقى فيه اقبال اكتر. اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، بنصبح عليكم.
صباح عليكم مره ثانيه، وخلينا نصبح على زميلتنا هاله الحملاوي ونتعرف منها على اخبار الطقس في العاصمه القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير عليك يا هاله. صباح الخير يا هاله. صباح الفل يا مصطفى، صباح الفل يا فسنت، والحمد لله على السلامه، منورانا هنا في الاستوديو. الله يسلمك. احنا دلوقتي هناخد جوله سريعه في احوال الطقس، والنهارده في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحراره على اغلب الانحاء. الطقس النهارده مائل للدفء نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، في شبوره مائيه صباحا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ومدن القناه ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 20، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26، وأقل درجة حرارة في كاترين 14 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل في القاهرة والمحافظات زي ما مصطفى قال، بس بعد شوية. نبتدي مع حضراتكم بالأخبار اللي معانا. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع رادولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA CGM، وخلال الاجتماع تم استعراض تطورات المشروعات اللي بتقوم بها الشركة في مصر والفرص الكبيرة والواعدة في مجالات التطوير للموانئ ومراكز التجارة اللوجستية. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع استعرض فيه وتابع خطوات تنفيذ المسار التنموي الزراعي في شمال ووسط سيناء. رئيس الوزراء قال إن في تكليفات من القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في أرض الفيروز، وإن يكون هناك بدء حقيقي في إنشاء عدد من التجمعات التنموية اللي بتخدم أهالينا في سيناء. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رادولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية. خلال الاجتماع أطلع الرئيس التنفيذي للشركة الرئيس السيسي على تطورات المشروعات اللي بتقوم بها الشركة في مصر، مشيداً بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، ومؤكداً اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء. وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في شمال ووسط سيناء، مشيراً إلى أن هناك مخطط تنموي تم التوافق عليه، وفي هذا الإطار تم بالفعل الموافقة في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء على البدء في إنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالينا في سيناء على رأسها المشروعات الزراعية. امبارح وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من تخصيص وتسليم الوحدات السكنية بالحي السكني R3 للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية وتحفيزاً لهم على الاستقرار وكفاءة العمل والأداء، كلف دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسرعة اتخاذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص. وأعرب دكتور مصطفى مدبولي عن سعادته وفخره بنجاح انتقال 50,000 موظف إلى المقار الجديدة لمؤسسات الدولة بالحي الحكومي دون أن يضار أي موظف، وهو المبدأ الذي أرسته الدولة المصرية منذ إقرارها خطة الإصلاح الإداري في عام 2014. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة مع مناقشة أساليب تطوير الأداء والقدرات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بالفريق موندي لوبسي قائد القوات البحرية لدولة جنوب إفريقيا والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية. تناول اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين القوات البحرية لكلا الجانبين، كما شملت الزيارة جولة تفقدية لشركة ترسانة الإسكندرية والوحدات الخاصة البحرية والكلية البحرية، وأيضاً زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً للقوات البحرية.
بالنسبة لأخبار المحافظات، في الأسكندرية تم إنجاز 30% من مشروع ترميم محكمة سرايا الحقانية، أما في الأقصر فقد تم تقديم استثمارات بقيمة 104 مليون جنيه من أجل مد وتدعيم شبكات الكهرباء. كمان امبارح في البحيرة تم الإعلان عن رفع كفاءة المنطقة الصناعية بحوش عيسى بتكلفة بتصل ل 34 مليون جنيه، وفي الغربية تم الانتهاء من المخططات الخاصة بتحديث الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، وتفاصيل وأخبار أكتر من المحافظات هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في سوهاج تم بدء أعمال تركيب بلاط الانترلوك وتطوير ورصف الشوارع الفرعية بحي غرب بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. في الإسكندرية وصلت نسبة الإنجاز بمشروع ترميم محكمة سراي الحقانية الأثرية 30% حتى الآن، وبتحتوي المحكمة على 250 غرفة بخلاف قاعات المحاكم المتعددة. في الأقصر أعلنت المحافظة الانتهاء من تنفيذ استثمارات قدرها 104 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المحافظة ومعدات إنارة وكشافات موفرة مزودة بتايمر للتحكم في الجهد وترشيد الاستهلاك وصيانة محولات، كما تم عمل إضاءة تجميلية لطريق المطار. في البحيرة أكدت المحافظة على متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة وتوسعة مدخل المنطقة الصناعية بحوش عيسى ضمن الخطة الاستثمارية بطول 6 كيلومتر وبتكلفة إجمالية 34 مليون جنيه. في الغربية أكدت المحافظة أنها تعد الأولى على مستوى الجمهورية في إنهاء المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية لجميع المدن والقرى بالمحافظة، وتشمل تلك المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية خاصة فيما يتعلق بمشروع المرحلة الثانية لحياة كريمة، واللي بتساهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية. في الدقهلية استقبلت المحافظة سيارة المكتبة المتنقلة لإتاحة الخدمات والأنشطة الثقافية لأبناء المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مكتبة مصر العامة، وبتستهدف دعم وإتاحة الخدمات الثقافية والأنشطة المتنوعة في المناطق التي ليس بها مكتبات، وده في إطار استراتيجية التنمية المجتمعية للدولة المصرية. في الشرقية أعلنت المحافظة عن تنظيم مسابقة اختيار الأب والأم المثاليين على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة ليها للعام الخامس على التوالي، ومن يرغب من الموظفين والموظفات والعاملين أو العاملات في التقديم بيقدم قصة كفاحه والمستندات المطلوبة لمسؤول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة ليها. دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. طقس النهاردة هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بس بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هدى، صباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن بدانا نلاحظ من يعني امبارح مثلا ان الجو رجع يدفى تاني شويه، ابتدى يحصل ارتفاع تدريجي في درجات الحراره، طمنينا اخبار الجو النهارده. بالفعل احنا بدانا نشعر بالتحسن في الاحوال الجويه في معظم المحافظات البصريه، استقرار تام في الاحوال الجويه بداية تأثرنا في الكتل الهوائية الصحراوية اللي هتكون مرتفعة افريقيا درجات حرارتها، فعشان كده ابتداء من النهاردة هيكون في ارتفاع تدريجي افريقيا درجات الحرارة. الارتفاع ده بمعدل من درجتين إلى 4 درجات في معظم محافظات المنصورية، درجتين طبعا عن الأمس لأن بالأمس كانت العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، اليوم متوقع ان احنا نسجل قيم درجات حراره ما بين 20 و21 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي بالفعل هنحس بمزيد من الدفء
واحساسنا بالضغط الشتوي المائي اللي بيبقى على المحافظات الشماليه اللي هي السواحل الشماليه والغرف البحري والقاهره الكبرى وشمال الصعيد، ضغط ادنى في المناطق الجنوبيه لان قيم درجات الحراره في المناطق الجنوبيه بتكون اعلى فضغطها بيكون دافي بشكل كبير خلال فتره النهار في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ده بيكون في فتره النهار وتحديدا كمان في فتره الظهيره مع شده الاشعاع الشمس. لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره. الانخفاض ده بيكون محسوس اكثر في ساعات الليل المتاخر اللي هي فترات الفجر، فتره الصباح الباكر هتظل درجات الحراره منخفضه بشكل كبير، اجواء شديده في البروده في معظم محافظات الجمهوريه خاصه وقت الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر. توصل لحد التقية على المزروعات الموجودة في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد لأن الأمس فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة أقل من 5 درجات خلال فترة الليل. الأماكن المفتوحة بشكل كبير المدن الجديدة الأماكن لها ظهير صحراوي بتحس بالبرودة أكثر في يعني فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. الظاهرة الجوية اللي دايما بتأثر معانا في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية الشبورة بالظبط طبعا الشبوره المائيه هتدخل معانا خلال الايام اللي جايه كمان. يمكن اليوم كانت شبوره مائيه خفيفه لكن بكره الخميس والجمعه هتكون شبوره مائيه كثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر. بالاضافه كمان ان احنا اليوم هيكون عندنا فرص سقوط الامطار الخفيفه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط لكن هي فرص خفيفه مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه. ممكن كمان بعض المحافظات نشهدها والاخرى لا فمالها مش مفيش منها اي قلق تماما. بعد كده الاحوال الجويه مستقره، الارتفاع ده هيستمر معانا لحد يوم الاحد اللي جاي وهيكون كمان بشكل تدريجي يعني هيكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره خلال الايام اللي جايه. فعشان كده بناكد على كل الساده المواطنين بلاش تكسير الملابس، بلاش الابتداع باشعه الشمس والدفء اللي هتحسه الايام اللي جايه بشكل كبير لان فترات الليل هيظل فيها انخفاض في قيم درجات الحراره فيفضل طبعا الملابس الشتويه الثقيله فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر تجنبا طبعا نزلات البرد. مهم كمان ان احنا القياده تكون بهدوء تام وحذر شديد فتره الصباح الباكر مع الشبوره المائيه بالفعل وطبعا نتابع النشرات الجويه لان بعد الارتفاعات دي هيكون في انخفاضات ملحوظه في قيم درجات الحراره. يعني على العموم طبعا بالنسبه لان احنا في شهر طوبه بالتقويم القبطي ده يعتبر من الاجواء الجميله اللي احنا عايشينها وزي ما قالوا زمايلي مصطفى وبسنت في اول الحلقه مصر الحمد لله بتتمتع بطقس دافئ. احنا دلوقتي عندنا طقس جميل جدا ويعني اللي يقدر يخرج ويستمتع باشعه الشمس مع مراعاه النصائح اللي بتقدمها لنا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. طبعا بنشكر حضرتك جدا ودلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11 والعاصمة الإدارية 20-10 الأسكندرية 20-10 والعلمين الجديدة أيضا 20-10 مطروح 19-10 ودمياط 19-12 بورسعيد 20-10 والإسماعيلية 21-9 في السويس العظمى 20 والصغرى 11 وفي العريش 20-8 كاترين 14-1 وطابة 18-10 حلايب 23-18 وشلاتين 26-16 شرم الشيخ 23-15 والغردقة 23-14 في الفيوم العظمى 20 والصغرى 10 وفي بني سويف 20-6 الوادي الجديد 21-6 وأسيوط 20-7 أما في سوهاج 21-7 وإنا 22-8 الأقصر 23-9 وأسوان 23-10 كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لمصطفى وبسنت ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هالة. شكرا. دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في بطولة أمم أفريقيا وكمان بطولة آسيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره اليوناني جريجوس جيرابيتريتيس اللي بيقوم بزيارة للقاهرة. بيتناول اللقاء العلاقات المصرية اليونانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة الحرب في غزة والأزمة الإنسانية في القطاع.
ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك في ختام المباحثات. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، هتنطلق امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 بعد ما تم الانتهاء من كافة الاستعدادات. ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية. هيلتقي في 7 مساء منتخب المغرب مع منتخب تنزانيا. الساعة 10 بالليل هيلتقي منتخب زامبيا مع منتخب الكونغو الديمقراطية. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأسيوية. هيلتقي في 1:30 منتخب لبنان مع منتخب الصين. الساعة 4:30 هيلتقي منتخب طاجكستان مع منتخب قطر. من يومين بالتحديد احتفلنا هنا بذكرى ميلاد الراحل العظيم الفنان الكبير سمير غانم. النهاردة هو ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز، صاحبة الحضور القوي والمشوار الفني المميز اللي قدرت من خلاله توصل لقلوب جمهورها ومحبيها. خلينا نشوف تقرير بنرصد من خلاله أهم محطات الفنانة دلال عبد العزيز. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز التي استطاعت أن تحظى بحب كبير من قبل الجماهير، وتمكنت بخفة ظلها وأدوارها المتميزة خلال مشوارها الفني من الوصول إلى قلوب جمهورها واكتساب محبتهم، حتى أصبحت واحدة من فنانات الزمن الجميل الذين سطروا تاريخاً حافلاً بالأعمال الخالدة. ولدت الفنانة دلال عبد العزيز في 17 يناير 1960 بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وحصلت على بكالوريوس الزراعة بجامعة الزقازيق، وكانت تعشق التمثيل منذ أن كانت طفلة، حتى اكتشفها المخرج نور الدمرداش وقدمها في مسلسل بنت الأيام الذي يعد بداية المشوار الفني وأول ظهور للفنانة دلال عبد العزيز، وكان إنتاج عام 1977 ومن بطولة الفنانة كريمة مختار وشيرين. وحظيت الفنانة دلال عبد العزيز بظهور لافت على خشبة المسرح وتمكنت من جذب الأنظار إليها، وكان أول من قدمها على خشبة المسرح هو الفنان الراحل جورج سيدهم، وأول مسرحية تشارك بها هي أهلاً يا دكتور مع ثلاثي أضواء المسرح عام 1980. وفي الجانب السينمائي حققت الفنانة دلال عبد العزيز نجاحاً كبيراً بظهورها، وكان من أبرز الأفلام التي شاركت فيها حديبادي، المخبر، الانتقام، آسف على الإزعاج، ويا رب ولد. وظهرت الفنانة دلال عبد العزيز في عدة أعمال تم عرضها بعد وفاتها كانت قد شاركت بهم ولكن فرقت الحياة قبل عرضهم، وأبرز تلك الأعمال فيلم تسليم أهالي وفيلم فرق خبرة. بدأت قصة حب كبيرة بين الفنانة دلال عبد العزيز وبين الفنان الراحل سمير غانم، وكانت مسرحية أهلاً يا دكتور هي السبب في معرفتها بحبيب عمرها الذي تزوجته عام 1984، وأنجبا ابنتين. أصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا عام 2021، وهو نفس العام الذي أصيب فيه زوجها الفنان سمير غانم بنفس الفيروس، حتى توفي يوم 20 مايو 2021، ولم تعرف بخبر وفاته حتى فارقت الحياة ورحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس بعد معاناة مع فيروس كورونا لمدة 3 أشهر تقريباً، ودفنت بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم. لسه مكملين كلام عن الفنانين اللي سابوا أثر وذكرى كبيرة جدا في تاريخ السينما المصرية. النهاردة كمان ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، واحدة من أهم نجوم الفن في مصر والوطن العربي كله. ليها مكانة كبيرة جدا عند جمهورها، كان أول ظهور ليها في السينما لما كان عندها 7 سنين بس، وده فيلم يوم سعيد. طبعا ليها مشوار سينمائي عظيم جدا وكبير جدا، وتم اختيار 9 من أفلامها في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. اليوم هو ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي توفيت في مثل هذا اليوم 17 يناير عام 2015 عن عمر ناهز 83 عاماً.
تعد الفنانة فاتن حمامة واحدة من أشهر نجوم الفن في مصر والوطن العربي بأكمله، واستطاعت أن تحتل مكانة كبيرة بين الجماهير والوسط الفني. عاصرت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عقوداً طويلة من تطور السينما المصرية، وكان أول ظهور لها في عمر 7 في فيلم يوم سعيد. اكتشفها الفنان يوسف وهبي وأعطاها الدور الرئيسي في فيلم ملاك الرحمة، وحصل الفيلم على شعبية كبيرة وأوصلها إلى النجومية، ومن أبرز أفلامها دعاء الكروان، صراع في الوادي، إمبراطورية ميم، الباب المفتوح، والليلة الأخيرة. تم اختيار 9 من أفلامها في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وذلك في عام 1996 أثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نشاطها. وفي عام 1999 تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. منظمة الكتاب والنقاد المصريين منحت الراحلة فاتن حمامة جائزة نجمة القرن، وذلك في عام 2000، كما حصلت على وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001. يا ريتني حتة منك، عايزة أكون جوه قلبك وروحك، كلام فارغ لكن لذيذ. تزوجت الفنانة الراحلة فاتن حمامة 3 مرات، كانت الزيجة الأولى لها من المخرج عز الدين ذو الفقار، وكان زواجها منه أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي. أما زواجها الثاني فكان من الفنان الكبير الراحل عمر الشريف، وكانت الزيجة الثالثة للنجمة فاتن حمامة من طبيب الأشعة الدكتور محمد عبد الوهاب، وظلت تعيش حياة هادئة حتى وفاتها. في الحقيقة علماءنا في الخارج نجاحهم منور ومشرف الدنيا كلها. النهاردة حابين نشاور على واحد من أهم العلماء المصريين في الخارج واللي مقيم تحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الدكتور محمد محفوظ أستاذ الهندسة الطبية بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة هو واحد من رواد صناعة الأجهزة الطبية الحديثة المبتكرة واللي بتشتغل بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة المستخدمة في العمليات الجراحية في العالم. هنعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده بالتحديد من الدكتور محفوظ اللي منورنا دلوقتي عبر تطبيق سكايب. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. يعني حضرتك كنت موجود في مصر من كام يوم، وكان في لقاء جمع بحضرتك بوزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين حول الاستفاده من توطين صناعه التكنولوجيا المتطوره في مجال الهندسه الحيويه. ايه اللي تم في هذا الاجتماع، وازاي مصر تقدر تستفيد من هذه الخبرات؟ هو طبعا انا احب ان انا اشكر السفيره سهى جندي، لأن الاجتماع ده كان تم ترتيبه من فترة، وأنا حقيقة كنت موجود في يونيا في مصر بس لم يسمح الوقت. لكن أنا عايز طبعا أشكر السفيرة لأنها كانت خدت من وقتها وقت كتير الحقيقة علشان تسمع للاقتراحات اللي أنا كنت بتناولها في هذا الاجتماع. أنا بس في لحظة واحدة في إيكو في الصوت. إحنا الصوت عندنا تمام. تمام، أوكي. طب ممكن بس لو حضرتك مشغل التلفزيون يا ريت تقفل الصوت. طيب أوكي. وتسمعنا من خلال الكمبيوتر أو اللابتوب اللي بتكلمنا منه. دكتور محمد. ايوه سامعنا كده، سامعينك كويس قوي. انا سامع كويس قوي، اتفضل. فالحقيقه كان الاجتماع جميل جدا، وانا كان عندي عده اقتراحات. انا كنت بحاول من فتره طويله ان انا اعمل شغل في مصر من ناحيه ان انا انقل بعض من
اللايسنسز والشغل اللي انا عملته مع الشركات بره على اساس نقل خبره. وكان الفكره كان في صعوبه من ناحيه مين اللي قابله، مين اللي اتكلم معاه. والحقيقه ان السفيره سهى عملت مجهود كبير انها وصلتني ببعض الوزارات الاخرى وبعض الاجهزه اللي هو ممكن ان يتم التخاطب معاها او ان احنا ازاي نقدر نعمل حاجه زي كده في مصر. كويس. طب حضرتك ليك اكتر من 150 براءه اختراع في هذا المجال يا دكتور، لو تكلمنا عن ابرزهم وايه اللي ممكن يعني يفيد عالم الطب جوه مصر في المستقبل. هو انا عندي براءات اختراع في عده مناطق او عده زي ما نقول مجالات في الهندسه الطبيه. ولكن طبعا من ضمن الحاجات اللي هي ابرزهم كانت محور هذا اللقاء هو ازاي استخدام بالذات في المجالات السيرجيكال الجراحات الدقيقه زي ما نقول مثلا في جراحات العظام او جراحات الجمجمه والوجه تحديدا لما تبقى في عمليات صعبه منها على سبيل المثال مش نقول بس ان يحصل حوادث او سرطان متقدم فعمليه الريكونستراكشن بتاعه اللي بنسميها احنا كرينيو ماكسيلو فيشل اللي هي الجمجمه يعني والوجه وريكونستراكشن السوفت فيشل الانسجه دي عمليه منظومه صعبه جدا وما اعتقدش انها بتتم او على علمي على نطاق ضيق جدا او ان كانت بتتم في مصر ودايما بيبقى الناس بتسافر بره عشان تعمل العمليات الدقيقه دي. لكن انا في خلال السنوات اللي فاتت اشتغلت في احد المجالات طبعا اشتغلت في هذا الموضوع من ناحيه بناء التكنولوجيا بالكامل، من ناحيه التكنولوجيا ازاي ان يحصل عمليه تخطيط للعمليات دي، ازاي يتم انتاج الشرائح والادوات اللي يتم استخدامها، ازاي يتم عمل هذه الاشياء ان هي العمليه دي يتم تحقيقها. وطبعا العمليه دي بتكون عمليات النوع ده تحديدا بيتم بعده تخصصات مع بعض يعني حتى بيدخل بيبقى ساعات طبيب بيبقى فاسكولر بيدخل مع الاورثوبيديك بيدخل مجموعه يعني. ولكن اللي احنا بحاول ان احنا نعمله الحقيقه ان احنا ننقل الخبره والتكنولوجيا لمصر. وكان السبب الاساسي اللي خلاني اتوجه ان انا احاول اعمل حاجه في مصر ان من فتره بسيطه يعني جم مجموعه من الشباب المصري شركه اسمها نت سوفت جت اتعاملت معايا على اساس ان هم يعملوا شويه شغل من ناحيه البرامج وشويه التصميم. وانا تقريبا ما كنتش عمري ما تعاملت جوه مصر مع اي مجموعه من او ما عنديش فكره ان في خبرات مصريه موجوده في هذا المجال. طول الوقت ان احنا بنستخدم دايما شركات من الهند او من بلجيكا او من البرازيل. فكان التعامل الحقيقه انا ما كنتش متوقع كده. ايه اللي هم وفروه يا فندم؟ انت حسيت انه يعني ايه اللي هم وفروه؟ حسيت ان احنا عندنا دلوقتي شركه مصريه قدرت تقدم سيرفيس معينه خليني اقول بتقنيه متطوره، ايه الحاجه المختلفه اللي عشان كده اشتغلت معاهم؟ جميل. هما كان الحقيقه المجموعه ميت سوفت دول كان عندهم سوفت وير يعني بيقدروا يعملوا سوفت وير. السوفت وير الطبي على فكره ده بيتطلب مش زي اي سوفت وير بيتعمل لان طبعا لازم بيدخل على ستاندردز والستاندردز دي لازم تبقى ان يدخل على المواصفات المطلوبه مثلا بالاف دي اي اللي هي ما يوازي اعتقد اللي هو فيدرال دراج ادمنستريشن في الولايات المتحده والسي اي في اوروبا. ف اللي هم قدروا يعملوه انهم قدروا انهم يوصلوا لنفس المستوى لشركات اقدم او مجموعات اقدم. يعني طبعا الهند احنا لازم نعرف انها من اكبر الدول اللي بتعمل برامج سوفت وير وفي المجالات دي. احنا بنتكلم سوفت وير لاجهزه طبيه معينه صح؟ لا السوفت وير هنا بقى بيشمل اجهزه فعلا بس هو بيشمل تخطيط العمليه مثلا ازاي التصميم بتاع الشرائح ان كل مريض ليه وضع مخصص دي عمليات معقده ف منظومه كامله ما بين تخطيط العمليه من الاشعه المقطعيه
الى تصميم نفس الشريحه او المفصل اللي هيركب، لان طبعا بيتم عمليات صعبه في الماندبل اللي هو الفك، بيتم تركيبه بالكامل، وبيجي بتيجي اجزاء من 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 مناطق اخرى في الجسم زي ممكن يكون في الكتف او في الرجل، بتتاخد عظام وسوفت تيشوز من الناحيه دي، فلازم بيركب عليها شرائح بتخص هذا العيان بيشن سبيسيفيك، وده لازم تعملها تصميم. التصميم ده بيشترك مع السوفت وير مع البرامج نفسها وتصميم ميكانيكي. فهم الولاد الحقيقه كانوا في ناحيتين، فقدروا ان هم يوصلوا للمستوى ان احنا نقدر نطمن عليه، وده شجعنا الحقيقه، شجعني انا شخصيا والمجموعه البحث اللي شغاله معايا، ان احنا نحاول ان احنا نزود بقى المرحله الثانيه، ان احنا ممكن مش بس ان هم بيعملوا برامج، ما ننقل الخبره بالكامل منها، التصنيع بالكامل في مصر. ودي كانت نقطه الحوار مع السفيره سوا، على اساس ايه الامكانيات اللي موجوده في مصر لو حاولنا ان احنا نجيب نعمل هذا التخصص في مصر، وال من ناحيه الامكانيات الصناعيه او النواحي اللي هي الخبرات الطبيه نفسها اذا كان محتاجه تدريب. طب وبناء عليه ده كان محور هنعمل ايه؟ يعني حضرتك اللي فهمته ان حضرتك يعني عملت نوع من انواع جس النبض مع الشركه المصريه دي، ولقيتها يعني موازيه لامكانياتها في الهند. طب احنا يعني هل في بروتوكول تعاون تم توقيعه؟ هل نقدر نقول ان احنا هنصنع؟ لا هيتم حضرتك، هو انت اللي حصل ان في المرحله الثانيه اللي هي جايه في مارس هيتم مقابله مع بعض الوزارات المختصه، منها ممكن تكون وزاره الصحه ووزاره الانتاج الحربي، ومع برضو مجموعه من المصريين اللي هم اوريدي ابتدوا في محاولات، برضو ابتدوا عن طريق وزاره الهجره، وبيتكلموا دلوقتي مع وزاره الصحه ان هو يتم في عمل مستشفى ما كانش داخل فيه هذا الكلام، بس هم مع كلامهم معايا في الفتره اللي موجوده يحبوا ان هم ياخدوا التخصص ده برضو يكون ضمن كليه الطب، اللي هي هيتم انشائها مع المستشفى اللي هيتم انشائها. ففي كلام وفي بروتوكول بيتم دلوقتي المناقشه عليه، وهيتم تحديد ميعاد ان انا انزل في مارس، ممكن يتم فيها مقابله بعض المسؤولين على اساس ازاي نقدر نحرك هذا الموضوع. الموضوع ده يتطلب طبعا زي ما بقول، انا الفكره عندي ان انا عايز انقل التكنولوجيا في مصر. التكنولوجيا دي بتيجي من عن طريق انها تيجي ترخيص معينه من بعض الشركات، ومني انا شخصيا من الحاجات اللي انا بعملها، اللي هي طبعا جزء منها براءات الاختراع اللي اتكلمنا عليها في الاول. طيب بالتوازي هو ده الشكل. بالتوازي يا دكتور مع الشركه المصريه اللي حضرتك بتتعامل معاها دلوقتي، وهيتم طبعا توقيع بروتوكول تعاون ما بينكم. طبعا في كمان دلوقتي هتلعب دور كبير من ان شاء الله، في كمان دلوقتي مهندسين مصريين شباب حضرتك شغال على تدريبهم. احنا نفسنا نشوف، يعني بنحب قوي نسلط الضوء على ده، ليه؟ لان احنا نفسنا نشوف مصر عندها اكتفاء ذاتي من كل حاجه، من الصناعه، من بالذات المجال ده بالذات مهم جدا، الهندسه الطبيه. النهارده الشباب اللي حضرتك بتدربهم وصلتوا لغايه فين؟ هل النهارده يقدروا ياخدوا الرايه زي ما بيقولوا ويكملوا هم الطريق، ولا لسه شويه؟ عرفنا الحته دي وصلنا معاهم. لا هم اقدر اقول ان هم قطعوا شوط طويل جدا جدا، واعتقد دلوقتي ان انا شخصيا يعني انا طبعا هو كان بالنسبه لي كان في نسبه مخاطره، يعني انا ما كنتش عارف اذا كان هم هيقدروا يجيبوا على مصر، احنا بنتكلم على مستوى عالمي، فهو لازم يكون على مستوى الكواليتي. احنا بنتكلم دايما الكواليتي هي النقطه الاساسيه، هل الكواليتي الاتقان في الكواليتي هل هو هيبقى على المستوى اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو مطلوب؟ الحقيقه انهم وصلوا، يعني انا اقدر اقول ان دلوقتي ان انا عندي يعني زي ما هم السبب الحقيقي اللي خلاني افكر ان انا انزل، وبعد كده اذا كان في قاعده من الشباب، وهم عددهم كبير مش صغير، يعني تعاملت مع عدد الولاد دول يمكن يوصل عددهم اعتقد 80 او 90 متوزعين على مستوى الجمهوريه. ففي الحقيقه
انا كنت ده كان احد الدوافع الاساسيه ان احنا ايه اذا كان كده بقى اذا كان في شباب يقدر يعمل كده ما نحاول بقى ننقل التكنولوجيا كلها لمصر. نتمنى نعمل ده. صحيح نتمنى نعمل ده. طيب حضرتك ازاي استخدمت الذكاء الاصطناعي في ابحاثك ومشروعاتك يا دكتور؟ ونقدر نعول على القصه دي بنسبه كام في الميه؟ على فكره هو الذكاء الصناعي عايز اقول لحضرتك حاجه، التكنولوجيا بصفه عامه التكنولوجي هي مش مشكله، هي المشكله انك انت تبقى عندك منظومه كامله. يعني انا مثلا هديك مثال صغير، من ضمن المصانع اللي احنا بنشتغل فيها مصنع في بلجيكا للكلام ده، هو الشباب زي بعض، هم برضه متخرجين من هندسه طبيه ومن، لكن الفكره ان بيبقى مثلا ايه اللي يفرق عنهم وعننا، ان بيكون في منظومه. يعني مثلا احنا بنعمل خط الانتاج او البروسيسنج بتاع الشرائح دي مثلا وهي طالعه علشان توصل هنا للمستشفى والتعقيم، فبيبقى ممكن من السهل جدا ان احنا نقول ايه، طب احنا عايزين نعمل اوتوميشن زي ما انت بتقول اي اي، عايزين نعمل مكان اوف جولد، فبيبقى دايما موجود شركات تانية او مجموعات تانية تقدر تعمل لك مثلا تدخل روبوت في الحته دي او ما تدخلش روبوت في الحته دي. لكن في مصر ما بيبقاش عندك زي ما بقول لازم تجيب المنظومه كلها، فده اللي احنا بنحاول نعمله. اما بالنسبه للذكاء الصناعي فانا بالنسبه للاستخدام الطبي هو زي ما حضرتك بتقول ان العمليات دي تتطلب وقت سريع. يعني ايه دي عمليه؟ اما مثلا حد عمل حادثه ضخمه وبيتم تركيب الوجه من ناحية بالكامل، او مثلا في مريض بيبقى في سرطان ومحتاج ان هو يتعمل له عمليه ان هو يتم ازاله الجزء وبعدين تركيب الفك عن طريق اخذ السوفت تيشوز والجرافت من حته ثانيه. فالسرعه في العمليه دي تتطلب ان هو الذكاء الصناعي بيدخل انه بيكون عنده خبره تدريبيه على الحالات دي. إذا هي تقنيات حديثة جدا طبعا وصل لها العلم. احنا بنشكرك جدا دكتور محمد محفوظ أستاذ الهندسة الطبية في جامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله نشوف هذه التقنيات الجديدة بينفذها مهندسين مصريين طبعا بعد ما حضرتك أكيد تقوم بتدريبهم. بنشكرك مرة تانية. دكتور هنسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا هلا الحملاوي، تفضلي هلا. شكرا مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA CGM، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر. وقد أثنى الرئيس السيسي على التعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء، وذلك خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد مدبولي أن هناك مخططا تنمويا تم التوافق عليه، وتم بالفعل الموافقة على البدء في إنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالي سيناء وعدد من المشروعات الزراعية. وتطرق الاجتماع لتفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح 500 ألف فدان بوسط وشمال سيناء، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع خط نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء. استشهد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المحافظة منذ 24 ساعة إلى 23 شهيدا. كما استهدف الاحتلال بالغارات والقصف محيط مستشفى ناصر الطبي ومحيط مستشفى الأمل، مما أدى إلى أضرار جسيمة في المستشفى وحالة من الهلع والرعب بين صفوف المرضى والجرحى. وفي قصف إسرائيلي على بلدة جباليا شمال القطاع استشهد 4 فلسطينيين،
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك غزة، ما يرفع عدد قتلاه إلى 525 منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2025. وعرض نتنياهو خلال اجتماع أعضاء مجلس الوزراء الحربي مع رؤساء المجالس المحلية توفير المساعدات المالية للإسرائيليين المستعدين للعودة إلى المناطق التي تم إجلاؤها بغلاف غزة. هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رؤساء المجالس المحلية أكدوا لنتنياهو رفض معظم سكان غلاف غزة العودة في هذه المرحلة بسبب استمرار إطلاق الصواريخ ومخاوف أمنية أخرى. يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على قطاع غزة. أعلنت الخارجية القطرية أن وساطة مع الجانب الفرنسي نجحت في التوصل إلى اتفاق لإدخال الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة. وأوضحت الخارجية القطرية أن الاتفاق يشمل أيضا تسليم المساعدات للمدنيين في غزة مقابل تسليم الأدوية للمحتجزين الإسرائيليين في القطاع، مشيرة إلى أن المساعدات ستصل اليوم إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن باريس قررت عدم الانضمام للضربات ضد الحوثيين باليمن لتجنب التصعيد. وأكد ماكرون أن توجه بلاده إزاء الوضع في البحر الأحمر دفاعي وأن باريس ملتزمة بهذا الإطار. في الوقت نفسه أكد ماكرون ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة وأن فرنسا تعمل على حماية مواردها. قال دبلوماسيين أوروبيين إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وأضاف الدبلوماسيين أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 من فبراير على أن تبدأ العمل سريعا، مشيرين إلى أن العديد من القادة في أوروبا يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة. وصلت المعارك الدائرة في السودان منذ أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى جزيرة ماروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. وأوضحت مصادر أمنية سودانية أن قوات الدعم السريع حاولت التسلل عبر منطقة النقعة والمصورات إلا أن القوات الجوية تصدت لها، مؤكدة عودة الهدوء إلى المنطقة. ورياضيا، تنطلق اليوم بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 من يناير الجاري باستاد القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد لخوض أولى المواجهات أمام غينيا في 8 مساء اليوم، حيث تنقل مباريات البطولة قنوات أون تايم سبورتس والتي حصلت على حقوق البث. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. طيب، العلم بيتكلم على ان النهارده عيد ميلاد الشمس، ده اللي الناس يمكن بتقوله، هل النهارده فعلا عيد ميلاد الشمس؟ طيب اتحسبت ازاي؟ بيقولوا ان الشمس تمت 18 دوره حول مركز المجره وان ده بيعتبر احتفال بميلادها، وده بيتكرر كل 250 مليون سنه، فحسب يعني الحسابات دي كده الشمس ممكن يبقى عمرها يا مصطفى 4 مليار و500 مليون سنه. صحيح، يمكن موضوع يعني غريب وجديد ان احنا نتكلم فيه وفي تفاصيل كتير، خلينا نعرفها من ضيفنا الدكتور محمد غريب، أستاذ بحوث الشمس المتفرغ في المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ مصطفى، أهلا حضرتك. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا أستاذ بسام. دكتور غريب، هل نعتبر ده بالفعل إن هو عيد ميلاد للشمس؟ هنفسر الموضوع بطريقة مبسطة.
في آية قرآنية بتقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فكل الأجرام السماوية بتدور حوالين مركز حاجة معينة أو حوالين نفس وحوالين نفسها أو حوالين جرم سماوي آخر. فالأرض بتدور حوالين الشمس كل 365 يوم. اليوم ده بنسميه اليوم الأرضي، أو السنة دي بقى بنسميها سنة 365 يوم وربع يعني بالضبط، يعني بنسميها سنة أرضية. نفس الكلام الشمس مع المجموعة بتاعتها اللي هي الأرض والكواكب التسعة والكويكبات والأقمار والمذنبات، المجموعة دي كلها بنسميها المجموعة الشمسية. فبتدور حوالين مركز المجرة بتاعتنا اللي هي مجرة درب التبانة أو الميلك واي أو مجرة الطريق اللبني، بتدور حوالين مركزها مرة كل 250 مليون سنة. فكده بنسميها السنة المجرية أو مرة السنة كل 250 مليون سنة. مليون سنة بتدور الأرض حوالين المجموعة الشمسية بقى، المجموعة الشمسية الشمس وكواكبها والحاجات اللي تبعها بتدور حوالين مركز المجرة بتاعتها اللي مركز درب التبانة كل 250 مليون سنة. وده بيشمل مدة دوران الشمس نفسها؟ الشمس ما حضرتك هي الشمس الأساس، هي يعني الشمس والمجموعة الكواكب كلها التباها الكواكب والأقمار والمذنبات الحاجات دي بنسميها كلها دي بنسميها المجموعة الشمسية. فكل ده بيدور حوالين مركز المجرة كل 250 مليون سنة. طيب لو قلنا الشمس عمرها من ساعة يعني ما وجدت، في ناس بتقول من 4.5 سنة ل 5 4.5 مليار سنة ل 5 مليار سنة. فلو قلنا 4.5 مليار سنة، لو قسمنا 4.5 مليار سنة على ال 250 مليون 250 مليون سنة، 250 مليون سنة هيطلع لي 18 دورة. يعني الأرض دارت حوالين الشمس، المجموعة الشمسية دارت حوالين مركزها لحد دلوقتي 18 مرة. لو قلنا إن هي عمرها 5 مليار سنة، يبقى دارت لو قسمنا 5 مليار على 250 مليون سنة يبقى دارت حوالي 20 مرة. أيوه. طب احنا هنا بنتكلم يا دكتور عن الدوران حوالين مركز المجرة، ولكن هل عندنا يعني موعد حقيقي بيثبت في ان الشمس ظهرت في هذا التوقيت بالتحديد؟ لا، حكايه انه في يناير ولا 14 يناير زي ما بعض الناس بتقول وبتاع، لا مفيش بقى التحديد بالظبط ده. احنا بنقول تقريبا. حتى اللي هي عمرها 4.5 مليار سنه ده عمليه تقريبيه تقريبا، ان الاعمار في الكون اعمار بارقام فلكيه. فلما حد بيقول حتى 4.5 مليار سنه ل 5 مليار، لو قال 4.5 مليار هنقول له برضه صح، وال 5 مليار صح. رغم ان بينهم 500 مليون سنه. 500 مليون سنه، ما بقول لحضرتك الارقام في الكون ارقام فلكيه زي ما بيقولوا يعني كبيره. ايوه. طب امتى موعد بدء السنه المجريه الجديده؟ ما دي برضه ما اقدرش احط لحضرتك، انا يعني هو التقريب كده ما اقدرش اقول بدايه السنه في يناير، بدايه السنه في المحرم مثلا زي احنا السنه الهجريه او السنه الميلاديه. لا يعني كده عمليه تقريبيه. فانا اللي احنا نقدر نقوله انه تقريبا الارض دارت المجموعه الشمسيه ومجموعتها دارت حوالين مركز المجره من 18 ل 20 مرة. طب احنا عندنا فرق ما بين السنه العاديه والسنه المجريه كده؟ ما حضرتك ما السنه المجريه كده مقدارها كام؟ 250 مليون. يعني احنا السنه بتاعتنا كام؟ 365 يوم. اللي هي السنه الارضيه. فانا مثلا فرق كبير. يعني مثلا واحد فرق شاسع. واحد هيقول لي مثلا هيتجوز بعد 365 يوم. هتقول له ايه يا عم، ما تقول بعد سنه. فالرقم الكبير ده اللي هو 365 يوم وربع اختصرناه وسميناه سنه. برضه ال 250 مليون سنه
اختصرناها وقلنا نسميها سنه مجريه لانه بتدور حوالين المجره، فنسبناها للمجره. طب هل في ظواهر كونيه او يعني فلكيه بتحدث تزامنا مع الشكل ده من اشكال يعني مرور المجموعه الشمسيه حوالين مركز المجره الشمس؟ يعني في حوالين المجره صحيح؟ زي ما اقدرش اقول، ما كل الاجرام زي ما بقول لحضرتك وحسب الايه وزي ما بيلاحظ او بيرصد ان كل الاجرام بتدور حوالين حاجه، يا اما كوكب يدور حوالين نجم مفهوم زي الارض حوالين الشمس او المجموعه الشمسيه كلها حوالين مركز المجره، فالكون مش ساكت، الكون في حركه. الكون والاجرام في حركه مستمره. كل الشكر ليك دكتور محمد غريب استاذ بحوث الشمس المتفرغ بالمركز القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، شكرا ليك يا فندم. امبارح تم الإعلان عن تأسيس أول مستشفى افتراضي في مصر والشرق الأوسط. المستشفى الافتراضي ده هيساعد المرضى على التواصل الإلكتروني مع كل الأطباء اللي هيقدموا التشخيص والعلاج باستخدام برامج ذكية ومتقدمة في مجالات التشخيص عن بعد. طيب خلونا نعرف بالتفصيل كده من الدكتورة سالي عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة لشؤون الأفرع بهيئة الرعاية الصحية، إيه هي يعني إيه مستشفى افتراضي؟ يعني الأول بصبح عليك يا دكتور، صباح الخير. صباح الخير أستاذة بسان، صباح الخير أستاذ مصطفى. أهلا بحضرتك. يعني مش قادرة أتخيل يا دكتور يعني إيه مستشفى افتراضي، لكن خليني يعني أقول كده مع حضرتك، هل إن أنا هبقى بتواصل مع الدكتور عن طريق الإنترنت مثلا؟ يعني احكي لي إزاي ده بيحصل؟ هو يعني في الأول المستشفى الافتراضي دي هو عبارة عن تقديم خدمات تطبيب عن بعد من خلال شبكة معلوماتية. يعني إحنا بنقدر نعمل استشارات طبية، نقدر نعمل استشارات للخدمات التشخيصية زي الأشعة والمعامل عن طريق أجهزة معينة بتتوصل بالبيشنت، يعني بتوصل بالمريض، بيكون المريض في مكان والدكتور في مكان تاني، وأجهزة معينة اسمها وحدات التيلي ميديسن دي بنبدأ متوصل بيها سماعة طبيب، جهاز ضغط، جهاز رسم قلب، مناظير للعين وللأنف والأذن. من خلالها ممكن الطبيب وهو في مكان ريموتلي يعني بعيد شوية يقدر يعمل تشخيص للمريض ويقدر يكتب له العلاج بتاعه وهكذا. طب ده باختصار موضوع يعني التعريف بتاع المستشفى الافتراضي. طب الكلام ده هيبقى فيه أساتذة مصريين ولا ممكن نجيب منه أساتذة وخبراء عالميين في مجالات أو حتى نستفيد من المصريين أو أطبائنا المصريين اللي هم منورين الدنيا كلها بعلمهم ويعني قامات في كل الدول الأوروبية والأمريكية؟ لا طبعا، هو دي الخدمة دي أساسا معمولة علشان نخدم المواطنين اللي موجودين في المناطق النائية. حضراتكم عارفين دلوقتي أن منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، منها محافظات في أهالينا للصعيد في الأقصر وأسوان وفي جنوب سيناء كمان. طبعا الأماكن دي فيها مناطق نائية كتير، علشان نقدر نوصل للمواطنين في المناطق دي هنستخدم منظومة التطبيب عن بعد أو المستشفى الافتراضي. زي ما حضرتك قلت دلوقتي احنا ممكن نستخدم فيها أو يعني ناخد خبرة الأطباء المصريين لمناظرة الحالات على مدار 24 ساعة، سواء إذا كان في مصر أو خارج مصر أو نستعين بخبرات أجنبية. طيب كمان يعني أنا لو فاهمة صح معنى كده أن في مستشفى بالفعل موجودة، لكن الأجهزة نفسها مؤهلة أن هي الدكتور يبقى بيكشف وهو مش موجود حتى في المستشفى دي، أنا فاهمة صح ولا لا؟ هي المستشفى زي ما قلت لحضرتك هي مستشفى افتراضي، احنا ممكن نتواصل مع اطباء سواء اذا كان في مستشفيات هيئه الرعايه سواء اذا كان بره مصر، ويقدروا يعني ينظروا الحالات وهم موجودين في اي مكان. يعني انا هقول لحضرتك كده تجربه حصلت لينا في مؤتمر المناخ اللي فات اللي هو كوب 27 اللي كان في شرم الشيخ. كان في عندنا مستشفى ميداني موجوده جوه المؤتمر، جوه حدود المؤتمر، وكان فيها وحدات اللي هو التطبيب عن بعد التيلي ميديسن. كان الدكاتره اللي موجودين في مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفيات هيئه الرعايه
سواء إذا كان في بورسعيد أو الإسماعيلية أو الأقصر يقدروا ينظروا الحالات اللي موجودين في مستشفى الافتراضي عن بعد، عن طريق الوحدات التلي ميديسن اللي موجودة في المستشفى الميداني. فبالتالي أنا ممكن عن طريق الوحدات دي توصل المريض يبقى موجود قرب الوحدات أو موجود الوحدات دي عنده، وأنا من بعيد دكاترة على مدار 24 ساعة اكسبرت في أي مكان سواء إذا كان جوه مصر أو بره مصر ممكن ينظروا الحالات دي. بلس ان انا ممكن ابعت كمان صور الاشعه وصور تحاليل الانسجه اللي هي الباثولوجي، بحيث ان الدكاتره ممكن يعملوا لي الخدمات التشخيصيه زي الاشعه والتحاليل، الاشعه مثلا زي اشعه الرنين المغناطيسي او الاشعه المقطعيه او وات ايفر الاشعه انواع الاشعه ايه، وتحاليل الباثولوجي صور الانسجه نفسها. طيب. الدكاترة ممكن عن بعد يشخصوا. طب ده التشخيص يا دكتور، العلاج بقى روشتة ازاي هتوصل للمريض؟ يعني خلاص الدكتور شخص النهارده، هل دي كمان بيقدر ان هو يقول للمريض على العلاج او طرق العلاج؟ طبعا بتتبعت الروجيتا للمريض، سواء اذا كان لو هو موجود في مستشفى من المستشفيات بتاعتنا او في وحده صحيه او حاجه بتتبعت له ويبدا يصرف العلاج بيها. دي اسهل حاجه الروجيتا، هو الاصعب التشخيص وان احنا ننظر الحالات. اكيد. طب أنا يعني أفهم إن الدكتور يعالج أو يسأل المريض أو يعمل، لكن إزاي بيقيس الضغط وإزاي الكلام برضو ده أنا مش حضرتك الجزئية اللي اتكلمتي فيها في أول الفقرة مش فاهمها كويس. هو في وحدة اسمها تيلي ميديسن، دي وحدة يونت كده زي مكنة الغسيل الكلوي زي أي مكنة، جهاز ده جهاز كمبيوتر متوصل بيه سماعة للطبيب، متوصل بيه جهاز ضغط، متوصل بيه جهاز رسم قلب، منظار للعين، منظار للأنف والأذن، كل الحاجات اللي ممكن تخلي الدكتور يعرف يشخص المريض أو ينظره. وبنحط الجزء ده، يعني بنحط السماعة بتاعت المريض على قلب المريض أو صدره أو كده، نفس الحكاية جهاز الضغط بنحطه على إيد المريض عادي خالص أكننا بنقيس الضغط، بس الدكتور اللي بيشوف الحاجات دي بيشوفها من بعيد، يعني هو موجود في أي حتة في مصر أو في العالم يبقى شقاري الضغط، شايف رسم القلب قدامه على جهاز كمبيوتر قدامه، شايف صورة للعين عن قرب أكنه هو ماسك منظار العين وبيبص للمريض. ده هيبقى مثلا في المركز الطبي للقرية موجود مثلا ممرض الناحية التانية بيرشد العيان، ويبقى فيه مثلا الطبيب في العاصمة بتاعت المحافظة دي، ده اللي فاهمه صح كده ولا لا؟ هو مش بيبقى مش بيبقى تمريض خالص. احنا بالنسبة لنا التلي ميديسن ده او التطبيب عن بعد بيبقى فيزيشن تو فيزيشن، يعني طبيب لطبيب، بس ممكن يكون طبيب يكون لسه صغير محتاج استشاري عنده اكسبرت، هو يبقى هو الـ يعني اللينك ما بين المريض وما بين الدكتور الاكسبرت اللي موجود في مكان بعيد في اي مكان تاني. لكن احنا مش بنخلي التمريض طبعا هي اللي تتدخل مع المريض خالص، هو بيبقى دكتور تو دكتور. ايوه جميل جدا. يعني ده بالتاكيد هيسهل كتير قوي على بالذات الاماكن النائيه زي ما حضرتك يمكن قلتي في البدايه، انه يكون في مستشفيات بخبرات كبيره تساعد فيها. فكره جديده جدا، واحنا حبينا ان احنا نفهم اكتر منك يا دكتور. بنشكرك دكتوره سالي عبد الرؤوف، مديره الاداره العامه لشؤون الافرع بهيئه الرعايه الصحيه. طيب التطور يمكن اللي بيشهده التطوير العالي التعليم الجامعي في مصر مش مقتصر بس على المقررات والمناهج، لا كمان في اتجاهات ومسارات اخرى بيتم التعامل والعمل عليها عشان الطالب بيقدر ان هو يحتك بالنظم العالمية الموجودة في أكبر جامعات العالم. عندنا في الحقيقة نموذج بينطبق عليه أو بيطبق هذا المسار، وهي جامعة مصر المعلوماتية، تحديدا كلية علوم الحاسب والمعلومات اللي وقعت اتفاقية مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز بالولايات المتحدة الأمريكية للحصول أو لحصول الطلاب الملتحقين بالاتفاقية على فرص الحصول على درجة بكالوريوس مزدوجة.
كلنا عارفين طبعا جامعة مصر المعلوماتية في العاصمة الإدارية وإزاي هي فعلا قدرت تعمل طفرة في مجال التعليم التكنولوجي. إيه حكاية وتفاصيل هذا البكالوريوس المزدوج؟ خلينا نسأل الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة مصر المعلومات. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني خلينا نسأل أهمية هذا البكالوريوس للطلاب الملتحقين بالكلية، تفاصيله، المميزات اللي هيقدروا يستفيدوا بيها في سوق العمل. طيب اولا خليني اقول لحضرتك ان جامعه مصر المعلوماتيه هي جامعه اسستها وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزاره التعليم العالي بهدف انشاء جامعه تخصصيه في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تخصص علوم الحاسب والمعلومات يعد من اهم يعني التخصصات في هذا المجال. الطلاب لما بيلتحقوا ببرنامج علوم الحاسب والمعلومات، البرنامج هو برنامج بكالوريوس. التخصص ده زي ما حضرتك اكيد ملاحظ وشايف يعني في كافه مجالات سوق العمل المحلي والدولي مطلوب بشكل واضح جدا ومتزايد. طبعا كان لسه دلوقتي حضرتك كنت في مداخله بتتكلموا على المستشفى الافتراضيه، فدي يعني مثال واضح يعني للاحتياج لمتزايدين التخصص ده، سواء بقى الاحتياج لبنيه تحتيه او تقنيات او برمجيات لطرح يعني عظيم زي ده. فكل المجالات دي زائد المجالات اللي هي بتحتاج تطبيقات للذكاء الاصطناعي وحمايه تامين البيانات والمعلومات وطبعا التوجه الحالي نحو التحول الرقمي، كل ده بيوجد فرص عمل واضحه وصريحه يعني لطلاب التخصص. بالنسبه بقى لبرنامج علوم الحاسب والمعلومات في جامعه مصر المعلوماتيه، هو برنامج بكالوريوس يعتمد على نظام الساعات المعتمده. ايوه. وعادة يعني من متطلبات التخرج ان الطالب يجتاز 133 ساعة معتمدة على مدار 4 سنوات. الجامعة منذ انشائها حرصت ان هي تعمل اتفاقيات مع جامعات دولية مرموقة في مجالات مختلفة، ففي مجال العلوم الحاسب والمعلومات زي ما حضراتكم قلتوا في الأول احنا عملنا اتفاقية مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز في الولايات المتحدة الأمريكية. جامعة مينيسوتا بتحتل المكانة رقم 35 عالميا في مجال علوم الحاسب وفقا لتصنيف يو اس يو، وبالتالي هي جامعه ليها تصنيف عالمي عظيم في مجال علوم الحاسب، وده بيخلي علينا احنا جزء اساسي ان احنا من منذ انشاء الكليه وكنا حريصين ان كل المقررات اللي احنا بنطرحها في الكليه بتكون بتماثل او بتعادل مقررات مماثله في جامعه مينيسوتا. طيب الطلاب اللي عند حضرتك يا دكتور بالفعل قدروا ان هم يحضروا اول مقرر اونلاين، خليني اقول في تخصص قواعد البيانات، وحصلوا على تقدير A وهو اعلى تقدير، يعني كمان تفوقوا على طلاب تانيين من مختلف دول العالم. حضرتك كلمينا عن كواليس الانجاز ده، وكان ايه هو يعني كلمينا عن الاختبار ده اكتر، المقرر ده كان ايه؟ هو عامة الاتفاقية بتقول ان الطالب، احنا اتفقنا ان الدراسة عندنا 4 سنين، الاتفاقية بتقول ان الطالب بيقعد في جامعة مصر المعلوماتية اول 3 سنين بيدرس المقررات اللي بناخدها عندنا في الكلية زي كل الطلاب الملتحقين بالكلية، وبيتم معادلة المقررات دي من قبل جامعة مينيسوتا. في السنة الثالثة بيدرس الطلبة اللي هم بيتقبلوا للالتحاق بجامعة مينيسوتا مقررين اونلاين يعني بالتعلم عن بعد. المقررات دي بتتدرس من قبل اساتذه في جامعه مينيسوتا، وكل متطلبات المقرر زي مثلا لو في مشروع او لو في اي حاجه بيعملها الطلاب كجزء من متطلبات المقرر، كل ده بيتم تقييمه من قبل جامعه مينيسوتا. بس الطالب بيكون موجود عندنا احنا في الكليه، يعني ما بيحتاجش يسافر في سنه ثالثه. بس الشرط الاساسي في الحصول على البكالوريوس المزدوج او بكالوريوس علوم الحاسب يعني كمان من جامعه مينيسوتا ان الطالب يسافر السنه الرابعه تماما يحضرها هناك في جامعه مينيسوتا كامله. احنا عندنا كان السنه دي في 7 طلبه متفوقين حصلوا كمان على منحه دراسيه كامله للسفر لمينيسوتا من احد شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات اللي بتدعم الطلاب المتفوقين بالكليه هنا في مصر. هنا في مصر. وفعلا بداوا ياخدوا بقى اول كورس اونلاين ليهم الترم ده. اللي هو بينتهي حاليا، وهو فعلا خلصوا الامتحان من اسبوعين تقريبا. وهم كانوا 7 طلبه والسبعه كلهم ستريت ايز حصلوا على تقدير A اللي هو اعلى تقدير في المقرر. ده غير كمان ان المشاريع اللي قدموها كجزء من متطلبات المقرر كانت حصلت على اعلى التقديرات يعني مقارنه بزملائهم اللي من الدول المختلفه. طب يعني احنا لو بصينا للحاجات المماثله ليها في المنطقه،
او في الحيز بتاعنا في منطقه الشرق الاوسط يعني، نقدر نقول ان في تجارب كتير زي كده، وايه الفرص اللي ممكن يعني تمثلها جامعه مصر المعلوماتيه قدام الجامعات الاخرى؟ هو في حاجات مماثله زي ما حضرتك بتقول، يمكن نظام التطبيق مختلف. يعني احنا بنشترط عندنا يعني ان الطالب لازم يسافر يدرس سنه هناك. طبعا السفر في حد ذاته ده بيزود من تجربه طبعا طبعا، ومن ثقافه يعني بيتعرض لثقافات مختلفه طبعاً. لطلبه مختلفين، نظام دراسه مختلف، وطبعا دي كانت من الصعوبات للامانه اللي واجهت الطلبه الترم اللي فات. يعني نظام الدراسه مختلف شويه عن الدراسه التقليديه اللي احنا متعودين عليها. صحيح احنا عندنا من السنه الاولى دايما معتمدين ان الطالب بيبقى فيه جزء عملي الى جانب الجزء العلمي، بس بيئه مختلفه، نظام مختلف، دراسه باللغه الانجليزيه كامله طبعا. فدي كانت جزء من التحديات يعني خلينا نقول اللي قابلت الطلبه، الى جانب ان المقرر نفسه كمان كان مقرر لمستوى الدراسات العليا، يعني بيسمح فيه هم هناك بيسمحوا لبعض المقررات الدراسات العليا ان طلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا يسجلوا فيه. فكان المقرر ده في مجال قواعد البيانات زي ما حضراتكم تفضلتوا وقلتوا، وده كان مقرر دراسات عليا فيعتبر مقرر متقدم. فكون ان الطلبه يعني يؤدي فيه الاداء ده بصراحه يعني احنا فخورين بيهم جميعا يعني. طب ايه المهن اللي ممكن تكون بتنتظر الطلاب دول يا فندم بعد تخرجهم؟ يعني سوق العمل المحلي وخلينا اقول الدولي كمان بيبقى مستنيهم ازاي؟ ايه المهن اللي هتبقى بالذات المهن الجديده طبعا بنتكلم عنها؟ خليني بس يعني احاول اخلي الموضوع عام سنه، اخرج بره اللي هم بس مسافرين واتكلم عامه حتى الطلبه اللي هيتخرجوا من الكليه من جامعه مصر للمعلوماتيه. احنا عندنا في نظام الدراسه بنسمح للطلبه ان هم ينقوا تخصص من التخصصات، احنا بنطرح 6 تخصصات منها علوم الحاسب ده تخصص عام، وتخصص الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وعلوم وهندسه البيانات وهندسه البرمجيات والرسم بالحاسب وبرمجه الالعاب. ال6 تخصصات دي او المسارات دي كلها تم اختيارها بناء على احتياج سوق العمل. وبالتالي كل تخصص من دول بيقوم الطالب بدراسه مجموعه مقررات متقدمه في التخصص، وكل تخصص من دول بيفتح له مجالات كثيره جدا في سوق العمل زي ما حضرتك كنت بتسالي. فمثلا في مجال الامن السيبراني تامين البيانات وتامين المعلومات، ومجال الذكاء الاصطناعي كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحاليه اللي احنا بنسمع عنها واستخداماته. علوم الحاسب عامه بيتعلم بقى طبعا تطوير البرمجيات، علوم وهندسه البيانات تحليل البيانات والتعامل مع البيانات كبيره الحجم، المستقبل كله يعني. فيعني كمان عندنا اللي هو المسار بتاع برمجه الالعاب ده برضو مسار جديد طبعا، ليه دلوقتي حاليا مهم جدا جدا طبعا. طيب يعني دكتوره هدى، احنا بنتمنى ان انتم تكملوا دعمكم للطلبه اللي موجودين عندكم في الجامعه، وكمان فتح مجالات للتعاون مع جامعات اكتر واكتر، وبنتمنى ان الكليات المختلفه الموجوده يعني في كل جامعات مصر في الحقيقه تبتدي تشوف الاتفاقيات التعاون اللي بتبقى موجوده مع الجامعات بره لنقل الخبرات، وده مهم جدا عشان احنا فعلا عندنا طلبه متميزين. يعني احنا شفنا لما الطلبه خدوا الكورس تميزوا على طلبه كتيره جدا كانوا زمايلهم في الكورس ده. بنشكرك دكتوره هدى مختار عمر، عميد كليه علوم الحاسب والمعلومات بجامعه مصر للمعلوماتيه، شكرا ليك يا فندم. في الحقيقه يعني انا اللي اتمناه ان الطلبه دول يقعدوا في مصر. يا ريت طبعا. لان عندنا المشكله ان احنا دايما انا طبعا ما اقدرش اجبرهم، لان هم طبعا يعني انا عارف ان الجامعه بمصاريف وان الجامعه عامله اتفاقيات دوليه، ولكن هي في النهايه اكتر الناس اللي بتطلب بره المطلوبه في التخصصات الهندسيه الدقيقه دي، وخصوصا لو كانوا دارسين في جامعات او عاملين يعني جامعاتهم عامله توأمه مع جامعات امريكيه زي كده. فبالتالي يعني اتمنى ان كل الطلبه دول يقعدوا في مصر ويفيدون. على اي حال فقرتنا مستمره مع حضراتكم، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بكم في موجز الاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه.
منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا واصل تدريباته في العاصمة الإيفوارية أبيجان استعدادا لمواجهة غانا بكرة في 10:00 مساء في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 واللي بتستضيفها كوت ديفوار. وبيشارك في الميران منتخب مصر 27 لاعب وبدأ التدريب بحصة بدنية وبعدها جمل تكتيكية. لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي اختارت الجابوني بيير اتشو لإدارة مواجهة منتخب مصر وغانا واللي هتتلعب بكرة ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار. أدى المنتخب الأولمبي تحت قيادة البرازيلي ميكال ميرانو الأول والوحيد على ملعب الاتحاد الإماراتي استعداداً للقاء قطر ودياً في أولى مبارياته بمدينة دبي، ويستكمل بعدها المنتخب الأولمبي سلسلة من مبارياته الودية مع منتخبات الإمارات والسعودية والعراق في الفترة من 17 ولحد 28 يناير الجاري ضمن تحضيرات أحفاد الفراعنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. فريق طلائع الجيش اتعادل مع نادي بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة. سموحة اتعادل مع مودرن فيوتشر بنتيجة 0-0 في الجولة الثانية من كأس الرابطة في المباراة اللي أقيمت بينهم على استاد اسكندرية، وبكده بيتقاسم الفريقين نقاط المباراة وحصد كل فريق فيهم على نقطة واحدة في البطولة. مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن انتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق لنادي البنك الأهلي بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة، وأنهى مسؤولين الزمالك كل الإجراءات الخاصة لبيع عبد الغني لنادي البنك. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش الميران لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة الجاية. خاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش بمشاركة عدد كبير من لاعيبة قطاع الناشئين، وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر فقرات البرنامج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي على هامش تدريب الفريق. منتخب مالي فاز على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية. وكمان منتخب تونس خسر أمام منتخب ناميبيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا 2023. ومنتخب بوركينا فاسو فاز على منتخب موريتانيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب السلام في إطار منافسات الجولة الأولى ضمن المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2023. ومنتخب السعودية حقق الفوز على عمان بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس أسيا 2023. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وعودة مرة أخرى لمصطفى والباسانت ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا يا هالة. بكرة ماتش المنتخب المصري قدام غانا، مباراة الفرصة الأخيرة، يعني ما ينفعش نخرج بنتيجة سلبية أبدا في هذا اللقاء، لأن ده معناه مغادرة البطولة بشكل نظري. علشان كده لاعبين المنتخب المصري على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز في ظل تعثرات المنتخبات الكبرى في هذه البطولة. حقيقي يا مصطفى، خلونا نتكلم عن كواليس استعدادات المنتخب بقى مع أمير نبيل الناقد الرياضي اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا أمير.
صباح الفل يا باشمهندس، صباح الفل يا مصطفى، صباح الفل على كل الساده المشاهدين. امير، قبل ما نبتدي في اي كلام عن الكواليس واستعداداتهم، قول لي، في انتقادات كتير قوي موجهه للنني الفتره دي، ولو انت ملاحظ الانتقادات دي مش من دلوقتي، يعني من ايام كوبر وكيروش، ليه دايما النني بيلقى هذه الانتقادات رغم اشاده المدربين بيه؟ تمام، يعني هي دي نقطة مهمة طبعا. محمد النني أحد نجوم المحترفين للمنتخب الوطني من فترة كبيرة الحقيقة، هو من 2016 تحديدا هو في صفوف أرسنال، قبل كده كان مع بازل السويسري، خد فترة احترافية قبل كده مع بشكتاش على سبيل الإعارة، وعاد إلى مرة أخرى إلى أرسنال. لكن للأسف يعني برضو يعني مشكلة النني فترة الابتعاد عن المشاركة بشكل أساسي مع المدرب مايكل أرتيتا مدير فني الأرسنال يمكن أثرت شوية على حساسية المباريات بالنسبة له وعلى مهام مركزه. ممكن برضو اختلاف المدارس التدريبية، يعني ممكن المهام اللي بيطلبها منه راي فيتوريا غير اللي بيعتمد عليه فيها أرتيتا لما بيشارك في مباريات قليلة وقليلة جدا الحقيقة مع أرسنال الفترة الأخيرة وتحديدا الموسم الحالي. برضو ما ننساش النني عاد مع نهاية الموسم الماضي، كان تلقى إصابة غيبته لفتره طويله، لكن برضه فكره الاعتماد على النني في مركز الوسط الدفاعي ما بتبقاش مجديه الى حد كبير، مش هو اللاعب اللي هو بيلتحم بقوه، يعني مش ستايل مروان عطيه، مش ستايل حتى حمدي فتحي في كتير من الاوقات اللي كان بيعملها، عشان كده ده اللي بيخلي ان في يعني سلبيات شويه في الاداء، والناس بتنتقد النني في الحته دي، فعشان كده انا مش شايف ان هو كان ممكن يعتمد عليه في الجزئيه دي. وبالاساس برضه عنده خيارات ثانيه، فيتوريا اكثر جاهزيه خلينا نقول، واكثر انتظام في المشاركه، برضه حته اللاعب يبقى محترف مش بالضروره تفرض ان هو يبقى اساسي في التشكيل، واعتقد ان فيتوريا من المفترض ان عنده من الشخصيه اللي يقدر يقنع بيها اللعيبه مهما كان قيمته وتاثيره وتاريخه مع المنتخب، ان هو كل عناصر المجموعه واحده، مش هيفرق مين اساسي ومين احتياطي. طيب احنا يعني بالتأكيد عندنا بكرة مباراة فيصلية قدام منتخب غانا، كلمنا عن كواليس المنتخب، يعني ايه اللي بيحصل تحديدا في كوت ديفوار؟ هل لنا يعني معلومات بتؤكد ان المنتخب المصري هيظهر بشكل افضل مما ظهر عليه في المباراة السابقة؟ هو اكيد طبعا المباراه السابقه امام موزمبيق والتعادل 2-2 يعني بشق الانفس خلينا نقول ما كانتش افضل حاجه ممكن نخرج بيها، وكانت يعني اصابت الجميع بحاله احباط، حتى في معسكر المنتخب نفسه كان في حاله من عدم الرضا عن الاداء. يعني خلينا اقول لك برضو كان في يعني جلسات من روي فيتوريا مع اللاعبين لتحفيزهم على تقديم افضل ما عندهم في مباراه غانا باعتبارها مباراه مصيريه. يمكن الكل شاف التعثر بالنسبه للمنتخب المصري، لكن اللي خفف حاله الاحباط شويه ان كتير من بدايات المنتخبات الكبرى في البطوله ما كانتش افضل حاجه، بالامس يمكن زي ما ذكرنا في الموجز ان منتخب تونس برضو تعثر امام ناميبيا، جنوب افريقيا خسر قدام مالي كمان، قدام مالي الكاميرون تعادلت، نيجيريا تعادلت، فعشان كده يمكن برضو دي الجزائر تعادلت مع انجولا، دي يمكن بدايات متعثره لكثير من المنتخبات، ويمكن تكون نقطه انطلاق. يمكن هاخد من كلام احمد حسن كوكا مهاجم المنتخب اللي شارك كبديل في الثواني الاخيره من مباراه موزمبيق، وقال ان التعثر في البدايه قد يكون مقبول افضل من التعثر في الادوار الاقصائيه، ولكن طبعا ده بشروط، يعني مش كلام مسلم بيه، بشروط ان انت تستوعب الدرس ده جيدا وتدي كل منتخب قدره واحترامه بالشكل الجيد. منتخب غانا يمكن خسر من الراس الاخضر، فبالتالي ما عندوش فرصه ثانيه، ما عندوش رفاهيه ان هو يعني يفقد نقاط امام المنتخب المصري، ومنتخب مصر بالتاكيد عايز يعود لحسابات التاهل بقوه مره اخرى، عشان كده ده بيزيد من اهميه وقوه المواجهه ما بين المنتخبين. واعتقد ان الحاله المعنويه بقت افضل شويه، بقى في تركيز من اللعيبه على ان ما فيش اي عدم تركيز او عدم استغلال للفرص اللي تتاح امام المرمى، يجب الحسم مبكرا امام المنتخب الغاني، ده يمكن التركيز بشكل اساسي. هيبقى في تعديلات في التشكيل يمكن اللي هيعتمد عليه روي فيتوريا، تغييرات في بعض اللعيبه وفي بعض المراكز، عشان كده ننتظر ان شاء الله رده فعل افضل من المنتخب الوطني في مباراه الخميس باذن الله. طب انت شايف الفرص عامله ازاي يا امير، وشايف ايه اللي ناقص اللعيبه جوه الملعب؟ يعني اللعيبه مع بعض جوه الملعب ناقصهم ايه؟ وفرصنا بكره ان شاء الله عامله ازاي؟
هو طبعا يعني باعتبار ان البطوله بتقام ب 24 منتخب، ويمكن النظام اللي تم استحداثه منذ نسخه مصر 2019 بدل ما كان 16 منتخب، فده بيدي فرص افضل واكثر للمنتخبات انها تتاهل، مش بس اول وثاني في اربع تولد، ولكن طبعا كمنتخب مصر اسمه تاريخ وصاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، يعني أكيد مش هيبقى طموحه التأهل من ضمن أفضل التوالد، لكن بالتأكيد يبحث عن أحدى بطاقتي التأهل الأول أو الوصيف إذا لم يفشل في إذا لم ينجح في الحصول على الصدارة. فبالتالي يعني الحظوظ قائمة بإذن الله. منتخب غانا يمكن برضه منتخب قوي رغم خسارته من الراس الاخضر، لكن عنده عناصر مميزه قد تمثل يعني مصدر قوه بالنسبه له في المباراه القادمه، ولكن بالتاكيد المطلوب من منتخبنا التركيز التام. يمكن شفنا مباراه موزمبيق السيناريو بتاعها يعني كان ممكن يبقى افضل من كده بكتير، لو قدرنا نبني على الهدف المبكر اللي كان سجله مصطفى محمد في الدقيقه الثانيه كانت بدايه مثاليه جدا بالنسبه للمنتخب، ان انت تتقدم في اللقاء مبكرا جدا تقدر تفرض سيطرتك واسلوب لعبك. كان في حاله احباط على المنتخب الموزمبيقي ان هو خلاص الموضوع بالنسبه له كان هيبقى صعب ان هو يعود في النتيجه، لو قدرنا كنا نسجل هدف ثاني بعد ما تقدمنا، لكن للاسف كان في حاله يعني خليني اقول لك استسهال شويه للمباراه. مش هقبل يمكن اعذار اللي بيقولها بعض اللعيبه ان نسبه الرطوبه صحيح هي ممكن تكون عاليه فعلا في التوقيت ده في كوت ديفوار، لكن اكيد الاعتياد على الاجواء ده يعني سمه اللاعب المحترف. انت خلاص انت المفروض ان انت بتمثل منتخب مصر واغلبهم لعيبه اساسيين سواء مع انديتهم في مصر او في اوروبا، فبالتالي يعني مش هتبقى اعذار مقبوله قوي الحديث عن الظروف الجويه. منتخب مصر له صولات وجولات في الكره الافريقيه وفي كثير من الظروف اللي كانت اصعب من كده، بتتذكر نسخه الكاميرون كمان حتى الملاعب ما كانتش افضل حاجه، ولكن المنتخب كان قدر ان هو يوصل للمباراه النهائيه. نتمنى ان احنا نسير على نفس النهج ولكن يكون السيناريو مختلف ونزوج باللقب باذن الله وتحقق البطوله التامه. طيب يعني ناس كتير مش بتقول بس قصه الرطوبه، يعني انا عندنا لعيبه زي صلاح والنني متعودين يلعبوا في الاجواء الاوروبيه، ولكن ناس بتتكلم على فرق اللياقه البدنيه، يعني انت عندك المنتخبات الافريقيه الفارق البدني بيننا وبينهم اعتقد كبير، ازاي ممكن نتغلب على يعني عقبه زي دي؟ هي طبعا الجزء البدني مهم جدا جدا، وكره القدم الحديثه بقت بتعترف بالمجهود البدني اكثر من اي حاجه، يعني نشوف كل فرق العالم اللي بتحقق تفوق، يمكن مانشستر سيتي اللي حقق الثلاثيه التاريخيه ويمكن امتدت لاكثر من ثلاثيه بتحقيق العديد من الالقاب، اعتماده بشكل كبير جدا عشان يقدر ينفذ طريقه الهيمنه اللي بيفرضها على منافسيه على الجهد البدني، مفيش فريق هيقدر يفرض اسلوبه من غير يعني التكتيك بدني. التكتيك ينفع يكون يعني هل يتفوق التكتيك على الفارق البدني يا كابتن؟ لا، ما هو عشان تطبق التكتيك ده لازم يبقى فيه جهد بدني، مش هينفع يعني على سبيل المثال منتخب جنوب افريقيا امبارح يمكن بيلعب كره سريعه وكره على الارض وكان الشوط الاول افضل من المنتخب، لكن المجهود البدني المنتخب مالي كان افضل في الشوط الثاني، وده يمكن اللي اسعفه انه يقدر يعمل 90 دقيقه افضل من منتخب جنوب افريقيا وفاز عليه في المباراه. صحيح لمنتخب جنوب افريقيا اهدر ركله جزاء كان ممكن تغير سيناريو المباراه، ولكن المجهود البدني عليه عامل كبير جدا جدا في تحقيق التفوق للمنتخبات اللي بتعرف تستغل ده، ان انت تفضل تلعب 90 دقيقه بنفس الايقاع ونفس النسق وتحافظ على الانضباط التكتيكي، ده بيتطلب مجهود بدني كبير جدا. عشان كده انا بشوف ان يعني يمكن فكره ان انت تستسهل المنتخب خلاص ده ما بقاش موجود في الكره الافريقيه تحديدا. الراس الاخضر يمكن ما تفوقتش قبل كده على غانا، ولكن حدث هذا التفوق. منتخب موزمبيق في تاريخه لم يتعادل مع منتخب مصر وحدث هذا التعادل، فبالتالي الجهد البدني لا يمكن التقليل منه ابدا ابدا في المباراه الافريقيه، لا يمكن التعامل باستسهال مع اي منافس. اكيد ان احنا داخلين المعترك الافريقي واحنا عارفين كويس جدا ان احنا هنقابل شكل المدارس الكره اللي احنا هنلعبها سواء موزمبيق سواء غانا سواء الراس الاخضر، يمكن كمان منتخبات وسط وغرب افريقيا بتمتاز عن الشمال الافريقي في الحته دي، حته القوه البدنيه، وده اللي يمكن بيميزهم وبيخليهم يقدموا مباريات كبيره ويزعجوا أكيد.
على اي حال كل التوفيق للمنتخب المصري. بنشكرك كابتن امير نبيل الناقد الرياضي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله غدا لمنتخبنا المصري في مباراته امام غانا ان شاء الله. مشاهدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء مع هاله. تفضلي هاله. شكرا فسنت. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA CGM. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر. وقد أثنى الرئيس السيسي على التعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي. استشهد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المحافظة منذ 24 ساعة إلى 23 شهيدا. كما استهدف الاحتلال بالغارات والقصف محيط مستشفى ناصر الطبي ومحيط مستشفى الأمل، مما أدى إلى أضرار جسيمة في المستشفى وحالة من الهلع والرعب بين صفوف المرضى والجرحى. وفي قصف إسرائيلي على بلدة جباليا شمال القطاع استشهد 4 فلسطينيين. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك غزة، ما يرفع عدد قتلاه إلى 525 منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2025. وأعرض نتنياهو خلال اجتماع أعضاء مجلس الوزراء الحربي مع رؤساء المجالس المحلية توفير المساعدة المالية للإسرائيليين المستعدين للعودة إلى المناطق التي تم إجلاؤها بغلاف غزة. هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رؤساء المجالس المحلية أكدوا لنتنياهو رفض معظم سكان غلاف غزة العودة في هذه المرحلة بسبب استمرار إطلاق الصواريخ ومخاوف أمنية أخرى. يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على قطاع غزة. أعلنت الخارجية القطرية أن وساطة مع الجانب الفرنسي نجحت في التوصل إلى اتفاق لإدخال الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة. وأوضحت الخارجية القطرية أن الاتفاق يشمل أيضا تسليم المساعدات للمدنيين في غزة مقابل تسليم الأدوية للمحتجزين الإسرائيليين في القطاع، مشيرة إلى أن المساعدات ستصل اليوم إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن باريس قررت عدم الانضمام للضربات ضد قوة الحوثيين باليمن لتجنب التصعيد. وأكد ماكرون أن توجه بلاده إزاء الوضع في البحر الأحمر دفاعي وأن باريس ملتزمة بهذا الإطار. في الوقت نفسه أكد ماكرون ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة وأن فرنسا تعمل على حماية مواردها. قال دبلوماسيون أوروبيون إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات قوات الحوثيين في البحر الأحمر. وأضاف الدبلوماسيين أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 من فبراير على أن تبدأ العمل سريعا، مشيرين إلى أن العديد من القادة في أوروبا يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة. وصلت المعارك الدائرة في السودان منذ أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى جزيرة مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. وأوضحت مصادر أمنية سودانية أن قوات الدعم السريع حاولت التسلل عبر منطقة النقع والمصورات، إلا أن القوات الجوية تصدت لها مؤكدة عودة الهدوء إلى المنطقة.
ورياضيا تنطلق اليوم بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 من يناير الجاري باستاد القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد خوض أولى مواجهاته أمام غينيا في 8 مساء اليوم، حيث تنقل مباراة البطولة قنوات أون تايم سبورتس والتي حصلت على حقوق البث. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم من جديد، واحنا بصدد البدء في النسخة الجديدة من معرض الكتاب. دايما معرض القاهرة الدولي للكتاب في كل دوراته بيكون من أولوياته ثقافة الطفل، يمكن من أكبر أجنحة المعرض هو جناح الطفل. هناك هتلاقي طبعا كتب وفعاليات وعروض ثقافية وترفيهية، هناك برضو هتلاقي سلسلة لرؤية للأطفال النشء اللي بتصدر طبعا عن وزارة الأوقاف، واللي هدفها بالتأكيد هو نشر الأفكار الوسطية المعتدلة المناسبة لأولادنا وأطفالنا. بالتأكيد دي حاجة بتهم كل أسرة مصرية وبتهم الناس اللي مهتمة أن هي تغرس في أولادها هذه القيم منذ النشأة. السنة دي زي ما احنا عارفين هي النسخة 55 في معرض الكتاب. في بالفعل يعني مجموعة كتب احنا هنشاور عليها في صباح الخير يا مصر علشان نعرفها لحضراتكم وعلشان توروها لأولادكم وأطفالكم علشان يستفادوا منها. خلينا الأول نرحب بالدكتورة هدى حميد مسؤول ملف الأطفال في وزارة الأوقاف ونتعرف منها على اهم هذه الكتب. صباح الخير يا دكتور. طبعا نور، اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين. اهلا بحضرتك. بالتاكيد هناك عدد كبير من الكتب اللي بتصدرها وزاره الاوقاف عشان تهتم بيها انها تغرس بعض المفاهيم او القيم الخاصه في كل طفل موجود في المعرض. لو تكلمينا عن اهم هذه الكتب. نتكلم الأول عن سلسلة رؤية للنشء. هي مش سلسلة صادرة عن وزارة الأوقاف المصرية فقط، هي سلسلة صادرة بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة المصرية للكتاب. السلسلة دي يمكن احنا هنحتفل السنة دي أول يوم المعرض بمرور يعني هنكمل المئة السنية المئوية السنة الاحتفال بتاعنا في أول يوم المعرض بإذن الله. السلسلة بدأت أما فكرنا فيها كنا نهدف منها إلى بناء وعي الطفل. لما بدأنا نفكر في الإصدارات، هل هتتقدم فقط مضامين دينية لبناء وعي الطفل فقط؟ لا، احنا قلنا لا، المضامين احنا المهم فيها ان احنا نقدم مضامين بعوامل جذب للطفل من خلال الكتب. المضمون مش شرط يكون مضمون ديني فقط، المضمون الديني نقدر نقدمه في قوالب مختلفة، ممكن تقدمه في قالب قصة، ممكن تقدمه في كتاب زي مثلا شخصيات مصرية تقدمه نموذج قدوة، يعني مش شرط يكون القالب الديني اللي مستخدم في كل الإصدارات. المضامين كانت متنوعة في كل الإصدارات الخاصة بنا. بس لو هنتكلم بقى عن كتاب ممكن، لو هنتكلم على احدث الاصدارات السنه دي اللي نازله في السلسله، منها كتاب الكليات الست، منها كتاب قصص الحيوان في القران الكريم، منها كتاب اركان الايمان، وده الجزء الثاني لاركان الاسلام اللي نزل في معرض الكتاب السنه اللي فاتت. طيب انتوا دايما بيبقى عندكم يعني هدف كده او حابين ان انتوا يبقى عندكم محتوى معرفي، خليني اقول اشتغلتوا على ده ازاي من الاول؟ الفكره جت ازاي واشتغلتوا على ده ازاي وازاي طورتوه عشان النهارده تقدروا توصلوا بمحتوى معرفي مستنير يقدر ان هو ينمي ثقافه الطفل؟ بصي، زي ما قلت لك احنا لما بدانا في السلسله كان المتعارف عليه وزاره الاوقاف المصريه فاللي هيتقدم قالب ديني. لا، احنا زي ما بقولك قدمنا قوالب مختلفة، ناقشنا قضايا كتير جدا من خلال السلسلة بالقالب اللي يعمل على جذب الطفل، منها كان فن الكوميكس، منها فن القصة، منها النماذج حتى اللي بتقدميها تتقدم بشكل مبسط للأطفال. فكان الهدف بناء وعي الطفل في المجالات المختلفة بقوالب مبسطة وجاذبة للطفل. فما كانش زي ما بقولك قالب ديني من البداية أو بناء المعرفة الدينية، لا، هو تثقيف كامل لبناء وعي الطفل داخل السلسلة. طب يعني يمكن القسم المشترك بين كل الأديان
يعني السماوية وحتى الوثنية هي قصة الأخلاق. إيه هي بقى القوالب الأخلاقية اللي حطتوها في هذه الكتب الأطفال؟ هقول لحضرتك يمكن من الإصدارات الحديثة معنا في كتاب اسمه تعلمت من السنة، ده كتاب للأستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، هو عبارة عن أحاديث نبوية. طب أنا هقدم الحديث النبوي فقط بشرحه أو هقدمه كده؟ لا، احنا فكرنا يتقدم بقالب بفن الكوميكس، ان احنا نناقش طول السيناريو موقف حياتي او موقف مجتمعي داخل القصه، نصل بيه في الاخر للحديث. يعني احنا قدمنا شرح الحديث من خلال موقف حياتي او موقف مجتمعي داخل القصه او داخل السيناريو، نصل بيه ان الطفل في الاخر هو اللي هيقول الحديث او هو اللي هيفكر ان احنا هنصل للحديث ده في الاخر. فهي متقدمه بقالب مجتمعي او بقالب قصصي، ده نموذج من النماذج اللي نازله معانا في الكتب. في كتاب اللي هو كتاب الكليات الست، ويمكن في كتير سالوا هو ايه كتاب الكليات الست ومعناها ايه الكليات الست، يعني ده من الكتب المهمه جدا الصادره عن وزاره الاوقاف المصريه. الكليات الست اللي هي مقاصد الدين او الهدف من الدين كان ايه، الدين بيهدف او الشريعه الاسلاميه بتهدف، المعروف كان المقاصد الخمسه اللي هي نحافظ الحفاظ على النفس، الحفاظ على العقل، الحفاظ على المال، الحفاظ على النسل. احنا شايفين مع بعض الصور على الهواء، والحفاظ على الدين. في المقصد الاخير واللي تم اضافته، مش هقدر احافظ على نفسي ولا على مالي ولا على نسلي من غير ما اضيف ليها الحفاظ على الوطن. فمن هنا جت الكليات الست، ده من الكتب المهمه عندنا. طب الكتاب ده لما بسطته للولاد هيتم تبسيطه ازاي؟ وكان مهم جدا ان هو يتبسط للولاد. انا كنت مشفقه على الكاتبه جدا اللي هتقوم بتبسيط الكتاب ده وهتقدمه ازاي في قالب قصصي اصلا، لان الكتاب يعني فيه مصطلحات اصلا صعبه للكبار. لما بتناقش قضيه الحفاظ على النفس، ازاي تحافظ على نفسك من الانتحار او القتل او قتل الغير، الحفاظ على المال نفسه، فيه مصطلحات صعبه. فلما جينا نبسطه، انا زي ما بقول لحضرتك هي الاستاذه انتصار عبد المنعم هي اللي قامت بتبسيط الكتاب وعرضه في قالب قصصي، بدات تعرضه وتناقشه بشكل قصه بين جد واحفاده، بين في اسئله واجابه. وحتى لما جت تتكلم على مثلا الحفاظ على المال، دخلت في اجزاء كتيره، مثلا ازاي تحافظ على الميه، تحافظ على المال، ما تقومش بالتبذير ازاي، بحاجات يبقى ليك الاولويه في الشراء لايه. يعني مثلا كانت مناقشه من ضمن القصه اللي موجوده وهو بيشتري شوكولاته، انا هحوش عشان اروح اجيب بفلوسي كلها شوكولاته. فهي لا، هي متناقشه بشكل مبسط جدا. فده كان من الكتب الدينيه بتاعتنا، الكتب الصعبه اللي بقينا نفكر واحنا ازاي هنبسطها للولاد. الحمد لله تم تبسيطها وتقديمها للطفل. وقيس على ده بقى في كتب كتير في السلسله، هو انت لو دخلت جواها هتلاقي ان الاصل دين، لان اصل الاخلاقيات بتاعتنا كلها هي الدين. فمتقدمه بقى بالقوالب زي ما بقول لحضرتك كده، اللي هي القصه في او استخدام حتى الرسوم المستخدمه عشان تبقى من عوامل الجذب القويه للكتاب. طيب احنا بنتكلم كمان عن كتاب تاني هو الايمان، اركان الايمان. انتوا اركان الايمان، حابه حضرتك تكلمينا عنه اكتر ورسائل اللي جواه ايه؟ اركان الايمان احنا عملنا الاول اركان الاسلام، يمكن كان في المعرض السنه اللي فاتت، وكان من الكتب اللي انا كنت متخيله في اعدادها ان هي هتاخد يعني ما فيش اركان الاسلام، لكن خد مننا وقت طويل جدا في اعداده للمراجعه الدقيقه جدا في كل كلمه بتتقدم. كان مهم زي ما عرف الطفل اركان الاسلام يعرف ان الدين ليه، الايمان ليه اركان، اللي هو الايمان بالله وبالملائكه وبالقدر خيره وشره. طيب المعلومات دي بقى اركان الايمان برضه هنقدمها للولاد ازاي، يعني الايمان بالقضاء والقدر يعني هنقولها له ازاي، ده كان مهم برضو. طب ادينا فكره كده ازاي؟ لا ما هي دي بالظبط اللي عمله. انا لما بقول الفكره للكاتب او الكاتب بيعرض فكرته وبيتم تقديمها للجنه، بقول له هتعمله ازاي، يعني هنقول له ازاي القضاء والقدر. هي بدات في ولد ووالدته بيقولها فاكره السنه اللي فاتت لما كنا مسافرين والعربيه عملت حادثه، قالت له طب انت فاكر الحادثه ومش فاكر ان حصل كذا لما ربنا نجانا من الحادثه مثلا. هي متقدم بقى ده كله في قالب برضو قصصي، واعتمدنا فيه بالذات الكتاب ده على فن الكوميكس، لانه من الفنون اللي بيقبل على الولاد على
القراءة لما يكون زي ميكي اللي هي الكوميكس كده بيعتمدوا على البالون في الكتابة، فاستخدمنا فن الكوميكس والسيناريو في كتاب أركان الإيمان، وده برضو من الكتب اللي لسه هيعلن عنها في المعرض. ومن الكتب بقى يعني ممكن حضرتك أنا حابة ألقي الضوء عليها كتاب البيان على المنتخب، ده كتاب صادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. البيان على المنتخب ده كتاب فيه تفسير جزء عام. البيان على المنتخب، المنتخب هو يعني المنتخب ده تفسير للقرآن الكريم للكبار. احنا فكرنا نفسر التفسير نفسه، بيان المنتخب تفسيره وتبسيطه وتقديم بقى اللي هي أسباب نزول الآيات، المقاصد من الآيات بشكل مبسط جدا. الكتاب ده نزل في المعرض إن شاء الله، وإحنا اشتغلنا يعني كان نفسنا ينزل الجزء 30 و 29، بس كان في نشاط وعمل مكثف في الفترة اللي فاتت إن إحنا نلحق نخلص الجزء 30، لأن البيان على المنتخب ده تبسيط التبسيط، فمهم جدا للكبار وللاطفال. ويمكن وزاره الاوقاف المصريه وجهت ان الكتاب احنا عاملين مبادره حصن طفلك بالقران خلال اجازه نص السنه على اكثر من 5000 مسجد، وجهوا ان يتم مراجعه جزء عامه واستخدام كتاب البيان على المنتخب في الشرح للاولاد داخل المساجد. فانا مهم جدا لاولياء الامور سواء للكبار او الصغيرين ان هم يطلعوا على من سن كام يا دكتور على المنتخب. لا الكتاب متبسط جدا يعني حتى لو الولد نفسه قراه هيفهم، هو المنتخب اصلا هو تفسير القران الكريم، فاحنا عملنا البيان على المنتخب اللي هو تفسير التفسير. وطبعا بيذكر فيه مقاصد الايات، المقصد من الايه ايه، اسباب نزولها ايه في كل سوره. والحمد لله يعني لحقنا نخلص جزء عامه وهينزل، كنا نتمنى ومشغلين كنا نتمنى الجزء 29 كمان يكون معانا في المعرض، بس الى الان هو الجزء ال 30 اللي موجود. البيان على المنتخب ده من اصدارات المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. يعني نسمع عن قصص القران وشفنا ليها عدد كبير من الكتب واشتغلوا عليها الكتاب في مراحل متعاقبه، لكن يعني انا شايف ان في كتاب اسمه النباتات في القران، ده حاجه جديده، يعني ايه هي اهم النباتات بقى؟ قسمنا الكتاب ده، هو المفروض كان قصص القران اتقسم بقى، احنا اتعمل معانا قصص الحيوان في القران الكريم، قصص النباتات في القران الكريم، الحشرات والزواحف في يعني لا كل يعني. واحد فعلا. مجموعه لوحده. هو القصه نفسها بتعمل عامل جذب، القصه نفسها في القران الكريم الولاد بيحبوا يسمعوها. طيب انا هقدم القصه بس لان عايزه اقدم له معلومه عن النبات أو معلومة عن الطير أو معلومة عن الحيوان اللي تم ذكره في القرآن. بنبدأ نسرد يمكن معلومات نادرة شوية، معلومات تجذبه في زي إيه يعني النباتات زي ما مثلا البقرة، البقرة تم ذكرها في القرآن البقرة الكريم مش في سورة البقرة. لا أنا في الحيوان في قصص الحيوان في قصص الحيوان. لا في نباتات معانا في مش متذكرة دلوقتي، بس في نباتات تم ذكرها في القرآن الكريم زي النخل زي لا في نباتات كتير تم ذكرها بنذكر في الأول الزيتون. كتير بنذكر معلومات شوية نادرة يعني الكاتبة هي الأستاذة. طب أنت كنت هتدي معلومة عن البقرة نادرة إيه زي إيه؟ الموسيقى، الموسيقى بتزيد من إدرار اللبن عند البقرة. أيوة دي أنا دي أبحاث دي جديدة. ما هي دي بقى هي اعتمدنا بنبدأ في بنعرض المعلومات والمعلومات الجاذبة قوي واللي هو أول مرة يسمعها، وطبعا تم مراجعة المعلومات دي بدقة شديدة جدا من أساتذة كلية الزراعة. طبعا احنا في لجان للدقة للتدقيق العلمي سواء كانت معلومات علمية أو دينية، وفي لجان للمراجعة اللغوية الخاصة بالكتاب، واللجان دي ممكن لجنه ممكن نقعد شهر في مراجعه الكتاب، لان يمكن وزاره الاوقاف المصريه وتعاون بينها وبين وزاره الثقافه لازم الكتاب يبقى على درجه عاليه من الدقه ويكون محل ثقه اولياء الامور، يبقى مطمن وهو بيشتري لابنه الكتاب اللي هو بيشتريه. وبصراحه يعني الكتب الحمد لله، لان الهدف ما كانش هدف ربحي سواء مننا او من وزاره الثقافه، فالكتب هي بسعر رمزي جدا، يعني السنة اللي فاتت تقريبا كان ب 20، السنة دي ممكن 25، والكتاب A4 ألوان بورق كوشيه، يعني شكل الكتاب نفسه غالي. وعلى فكرة الكتب بتاعتنا تم ترجمتها لأكثر من لغة، وده يعني أنا وأنا أم يعني أنا من حسن حظ ولي الأمر، لأن الكتب يمكن المترجمة بتبقى غالية شوية
وده معروف. أيوة. احنا كتبنا بنفس السعر وده متاح في اولياء امور كتير بيقولوا عايزين كتب باللغه الالمانيه، عايزين بالفرنسي، عايزين بالانجليزي، فالحمد لله متاح لكل اولياء الامور ان هم يلاقوا الكتابه. طبعا مش كل كتب السلسله مترجمه، بس هيلاقوا في بعض الكتب مترجمه لاكثر من 5 لغات. طب في اصدار كمان ريمو كليات الست، انت ممكن تكلمي عن كليات الست؟ ريمو جدها الست. ايوه اللي هي طول القصه بيتكلمها على الحفاظ على المال، ازاي تحافظي على نفسك، ازاي تحافظي على دينك، ازاي تحافظي، وتم اللي هي كليات الست بقى الحفاظ على الوطن، لان انا مش هكون في امان على مالي او نفسي او على اولادي من غير الحفاظ على الوطن. فتم إضافة الحفاظ على الوطن، لأن الكليات في الآخر سواء الكليات الخمس هي اجتهاد شخصي من العلماء حسب متطلبات العصر، فتم إضافة حفظ الوطن كالكليات الست إن هي مقاصد الدين أو مقاصد الشريعة إنها تكون الكليات الست. قصص الحيوان كلمنا عنها بالتفصيل. قصص الحيوان هي نفس مبدأ النباتات، إن إحنا بنبدأ ندي معلومات عن الحيوان نفسه اللي إحنا هنتناوله في القصة، ونبدأ نسأل بقى هو برضو جد وأحفاده، بيبدأ يسأل ولاده بعد ما هم يشرحوا معاه هو ذكر في القرآن الكريم في أي قصة، فبنبدأ نخرج بقى من القصة، يعني بتحول الكتاب. وهي المعلومات الحقيقة هي الأستاذة نجلاء علام هي اللي كاتباه، يعني حتى طرح المعلومة مكتوب بشكل جاذب جدا للأولاد، بنخرج منها للقصة بتاعتنا بقى ذكر في القرآن الكريم إمتى، والقصة كانت عبارة عن إيه، في أكتر من حيوان مذكور في الكتاب تم تناوله في الكتاب. أي. يعني أنا شخصيا من الناس اللي أثر فيا قوي الكرتون وأنا صغيرة، لما كنت بتفرج على قصص القرآن بالكرتون اللي كان صلصال اللي كان بتعرض على التلفزيون المصري، ومنها أنا ابتديت رحلة البحث يمكن في التفسيرات أكتر وأكتر. فمهم جدا اللي أنتوا بتعملوه، مهم جدا جدا، يعني لأن ده حاجة بيقول لك النقش في الصغر كان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، فده مهم جدا ان الاطفال يتعلموا من صغرهم بطريقه مبسطه كمان وطريقه توصل لهم، وهي الكرتون او الكوميكس زي ما انتوا بتعملوا. اللي انتوا بتعملوه حاجه مهمه وساميه جدا. في حاجه قبل ما تختمي، ان تعاون وزاره الاوقاف المصريه ووزاره الثقافه انها تطلع سلسله زي دي. احنا زمان يعني كنا بنشوف المؤسسات كلها بتشتغل في جزر منعزله، لكن هي القياده السياسيه لينا حطت هدف واحد، صحيح، حطت رؤيه واضحه للجميع، فهتلاقي في نماذج كتير مش بس سلسله صحيح. رؤيه للنشئ، لا في نماذج لتعاون المؤسسات المصريه. لا وزاره الثقافه طبعا عامله مقدم للعالم في تعاون صحيح. بين اكتر من مؤسسه صحيح. مش بس وزاره الاوقاف المصريه ووزاره الثقافه، وده سر نجاح حقيقي. بشكرك دكتوره هدى حميد مسؤول ملف الاطفال بوزاره الاوقاف، كل الشكر ليكي. شكرا جزيلا. على اي حال خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. دار الكتب والوثائق القومية أعلنت عن إصدارها لأول مجلة متخصصة في مجال الترميم في الوطن العربي. المجلة دي بتصدر تحت عنوان المجلة المصرية لصيانة التراث الثقافي، وبتعتبر إنجاز مهم جدا في مجال حفظ وصون وإتاحة هذا التراث. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المجلة وأهميتها لحماية التراث والمخطوطات والوثائق من دكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير استاذ بسان، صباح الخير استاذ مصطفى، وصباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا دكتور. يعني في البدايه خلينا نتعرف على المجله واقسامها ايه هي والدور اللي يمكن بتقوم بيه في مجال حفظ وحمايه التراث. الحقيقه طبعا اصدار العدد الاول من المجله المصريه لصيانه التراث الثقافي بيندرج تحت الرساله العامه لدار الكتب والوثائق المصريه، احدى مؤسسات وزاره الثقافه المصريه العريقه، وبتعبر عن الفكر والتوجه المصري السياسي والثقافي في جمهوريتنا الجديدة. مصر التي تمتلك أكثر من ثلث آثار العالم، وتمتلك تراث ثقافي يعني يشهد له القاصي والداني، وهو يعبر عن نفسه ولا يحتاج إلى إعلام. وبما أن دار الكتب والوثائق المصرية هي حافظة الثقافة والفكر والإنتاج الفكري والثقافي المصري. دكتور أسامة أنا هستأذن حضرتك لو في لو تقدر بس الصوت فيه وش شوية ف نشيل السماعة يعني لو نقدر نتكلم من السبيكر نفسه.
طيب اقول من اول وجديد مع سيادتك، فهو اصدار العدد الاول من مجله التراث صيانه التراث الثقافي بيندرج تحت التوجه العام لإدارة الكتب والوثائق القومية، إحدى مؤسسات وزارة الثقافة المصرية، وتعبر عن فكر مصر في جمهوريتها الجديدة، وهو الحفاظ على التراث وعلى الآثار. ومعلوم طبعا أن التراث أعم وأشمل. مصر اللي بتمتلك أكثر من ثلث آثار العالم وبتمتلك تراث ثقافي بيعبر عنها وعن تاريخ العالم بشكل عام، ودار الكتب والوثائق هي حافظة لتراث مصر الثقافي والفكري، ولديها من الإمكانات العلمية اللي بيؤهلها لإصدار هذه المجلة المطلوبة جدا في هذا الوقت، لتنشر الأبحاث العلمية الرصينة اللي تتعلق بصيانة التراث الثقافي، سواء التراث المادي أو التراث اللامادي. حقيقة المجلة بتصدر عن المركز الترميم والمايكروفيلم في أحد المراكز العلمية في دار الكتب، والحقيقه يعني فرصه ان انا اشكر كل القائمين من الزملاء على المجله اللي بذلوا كل ما استطاعوا لصدور هذا العدد. ايه المجله وايه اهميتها؟ المجله هي نافذه يقوم من خلالها العلماء والباحثين بنشر ابحاثهم اللي بتسلط الضوء على صون وصيانه التراث الثقافي. طيب مثال، لدينا مخطوط قديم او مصحف قديم او انجيل قديم بحاجه الى ترميم، التعامل مع هذا المنتج او الموروث الثقافي بيتطلب خبره علميه ومهارات طبعا وتدخل علمي دقيق، سواء فيما يتعلق بالتعامل مع الماده الخام سواء ورق اوراق او كاغد، او التعامل مع الحفاظ على الاحبار واستعاده المنتج الثقافي لشكله وطبيعته القديمه اللي طبعا اكيد بتكون اتاثرت بمرور الزمن. ده على سبيل المثال وليس الحاصل. ايوه، يعني هي هتكون مجله علميه زي المجلات او الدوريات العلميه، ولكن هي متخصصه في هذا المجال بالتحديد. حضرتك عايز تقول كده؟ بالظبط كده، لان طبعا احنا يعني هذا المجال او النشر في هذا المجال يعني تعتبر نادر. يعني فريده من نوعها، اللي هي الحفاظ على التراث الثقافي وليس الترميم في حد ذاته. ما هو ده سؤالي، في نظائر ليها موجوده في العالم؟ في العالم في موجود وان كان قليل، وفي مصر هناك يعني في مجالات تتعلق بالترميم فقط وليس صيانه التراث الثقافي بشكل عام. يعني بتتعامل مع ترميم المواد الاثريه فقط وليس التراث الثقافي. طب ايه الفرق؟ عندنا في دار الكتب اسطوانات يعني التراث اللامادي، عندنا يعني قاعه الموسيقى فيها اسطوانات قديمه، منها اسطوانات لاغاني مثلا سيد درويش. ده موضوع مهم جدا، يعني لانه احنا عندنا حاجات كتيره قوي محتاجه ان هي يمكن تترمم، محتاجه ان هي يبقى عندنا كمان سرد للقصه ازاي اترممت، والباحثين الشباب كمان يقدروا ان هم يرجعوا لها في اي وقت يعني وهي متوثقه، ان هم يشوفوا الرحله دي حصلت ازاي ويرجعوا لها في اي وقت هم عايزين يعرفوا القصه بالتحديد. كل الشكر ليك دكتور اسامه طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القوميه، بنشكرك. في محافظة الدقهلية بيتم إنشاء مشروع الطاقة الشمسية لتطوير نظم الري، ده ضمن برنامج إدارة المياه في دلتا النيل من أجل خدمة أهالينا في هذه المحافظة. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المشروع وتأثيره الإيجابي على المزارعين. معنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على السادة المشاهدين. يعني موضوع جديد، عايزين نعرف ازاي هيتم استخدام الطاقة الشمسية في تطوير نظم الري، وايه هي يمكن أهمية إدخال الخلايا الشمسية لتشغيل الآلات أو يعني آلات الري بالتحديد. الحقيقة إنه المشروع ده بيجي من ضمن أهداف ورؤية مصر لـ 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. عن طريق توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة قليلة التكاليف. والحقيقه انه هذا النشاط او هذا المشروع بيقلل من الاعتماد على الكهرباء كمصدر للطاقه، وكمان بيلغي تماما الاعتماد على الديزل كاحد مصادر الطاقه الاكثر استعمالا في الري او في تشغيل الات الري. فضلا عن انه المشروع كمان في الواقع هو عمل بيجسد الاستغلال الامثل
معروف ان مصر بتمتلك اعلى سطوع شمسي في العالم، بيصل ل 1000 واط على المتر المربع. صحيح. وبالتالي فمصر كدوله رائده في هذا المجال من خلال المشروع ده، اللي ممكن يكون مشروع مبشر لمشروعات كثيره من هذا النوع في السنوات القادمه، على اعتبار ان الارتباط الوثيق دايما بيكون بين التنميه وبين مدى توافر مصادر الطاقه. وبالتالي فان اهميه ادخال الخلايا الشمسيه كمصدر لتشغيل الات الري هو استخدام لمصادر طاقه نظيفه، ايوه، بتحافظ على البيئه، اقل تكلفه، ودي من اهم مساعد الدوله الحقيقه خلال الفترات اللي فاتت. صحيح. واللي متفقه مع رؤيه الامم المتحده للتنميه المستدامه 2030. طيب، يعني الهدف من المشروع ده هو الاستفاده باكبر قدر ممكن من اشعه الشمس. هل هيكون ليه تاثير ايضا في يعني توفير الهدر من المياه؟ طبعا ده محور مهم من اهم محاور مشروع تطويره. يا باشمهندس هتقف في مكان في شبكه بس بعد اذن حضرتك؟ لان الشبكه بتروح وتيجي، اتفضل. محور مهم من محاور مشروع تطوير الري الحقلي اللي بتقوم به وزاره الزراعه في المسائي ذات الملكيات الخاصه او المسائي الخاصه، بهدف تحسين اساليب اداره الميه وزياده كفاءه استخدامها، وبيكون له اثر كبير في العوائد المتحققه من اداره وحده الارض والمياه. فمثلا لو انا عندي كان كفاءه الري بالغمر بتوصل لحوالي 50%، فهذا التطوير بيرفع كفاءه استخدام المياه لتصل الى 70-80%. وزي ما هو مخطط ان عمليه التطوير في دلتا وفي الاراضي القديمه محافظه الدقهليه بيوفر حوالي المفروض 7 مليار متر مكعب اللي هيتم ضخها في مشروعات التوسع الافقي، زي ما هو معروف ان الحكومه بتقوم بتنفيذ مشروعات استصلاح اراضي جديده زي مشروع الدلتا الجديده اللي بيعد مشروع القرن، مشروعات استصلاح 1.5 مليون فدان واللي بتحتاج مياه لعمليه زراعتها وعمليه تطوير الري الحقلي لتوفير هذه المياه، اصبح ضروره لزراعه هذه الاراضي الجديده. صحيح. بنشكرك يا دكتور. الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة في محافظة الدقهلية، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا نروح دلوقتي لزميلنا محمود جميل اللي موجود معنا في العريش، نتعرف منه على آخر تطورات ومستجدات وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير عليك يا مصطفى. بنصبح عليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بنرحب بكم من مدينة العريش، بنتابع معاكم طبعا كل الجهود المصرية المبذولة في تجهيز واستقبال وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. يمكن تحديدا احنا موجودين أمام المخزن والمركز الاستراتيجي للهلال الأحمر بمدينة العريش، اللي بيستعد الآن لاستقبال زيارة هامة، وهي الوزيرة الهولندية سيجريت كاغ، وهي كبيرة منسقي الأمم المتحدة ومنسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة. هذه الوزيرة هي الزيارة الأولى لها عقب تعيينها من قبل الأمم المتحدة بعد قرار مجلس الأمن فيما يتعلق بزيادة دخول وتيرة المساعدات لقطاع غزة. امبارح هي التقت بالسفير سامح شكري في القاهرة، وأكدت كمان على الجهود المصرية، وكان السفير سامح شكري أكد على دعم مصر لها في المهمة اللي هتقوم بها طبعا في خلال زيارتها النهاردة. هي دلوقتي وصلت مطار العريش وفي طريقها للمركز الاستراتيجي للهلال الأحمر، هتقوم بتفقد كل المساعدات والشاحنات الموجودة هنا والجهود اللي بتقوم بها جمعية الهلال الأحمر في تجهيز المساعدات الإنسانية، وهتتجه مباشرة إلى معبر رفح لتفقد المساعدات الإنسانية هناك، وربما ستدخل إلى قطاع غزة. وهذه الزيارة هي مهمة ومرتقبة لأن الجميع ينتظر هذه الزيارة ليكون في تطورات جديدة الخاصة بدخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لأن الشاحنات اللي بتوصل أو عدد الشاحنات اللي بيوصل للجانب الفلسطيني غير كافي لتلبية احتياجات الجانب الفلسطيني من المواد الغذائية أو المستلزمات الطبية. واحنا
احنا هنا في المكان اللي احنا موجودين فيه تحديدا في عدد كبير من الشاحنات المصطفى على جانب الطريق، والشاحنات كمان اللي بتجهز جوه في المخزن الاستراتيجي للهلال الاحمر، ففي عدد كبير جدا. لكن الاجراءات التفتيشيه اللي بتكون موجوده من الجانب الاسرائيلي على معبري منفذ او منفذي العوجه وكرم ابو سالم، الاجراءات التفتيشيه دي طبعا بتعوق وتحول دون وصول اكبر عدد من الشاحنات. فبالتاكيد وجود المنسقه الامميه اليوم هي زياره هامه يعني يكون في تطورات لدخول اكبر عدد من المساعدات، هذا بالاضافه الى الاستمرار في دخول المساعدات الانسانيه. اخر ما دخل بالامس من خلال بوابه معبر رفح المصري بنتكلم عن 119 شاحنه اتوجهوا لمنفذ كرم ابو سالم، بالإضافة إلى 93 شاحنة لمنفذ العوجة. كل هذه الشاحنات محملة بعدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة بالطبع إلى الاستمرار في استقبال الجرحى والمصابين. امبارح كمان معبر رفح استقبل 22 مصاب و43 مرافق، كل المصابين بيتم تقديم الخدمة العلاجية أو الحجر الصحي ليهم داخل المعبر، وأيضا توفير الوحدات السكنية للمرافقين ليهم، وطبعا بيتم نقلهم على المستشفيات اللي موجودة سواء هنا في مدينة العريش أو حتى في محافظات مدن القناة وكمان القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة. امبارح كمان طبعا كلنا تابعنا وشهدنا وصول الصحفي وائل الدحدوح ونجاح السلطات المصرية في إدخاله عبر معبر رفح لتوجهه إلى دولة قطر لتلقي العلاج وكان في إشادات كبيرة جدا سواء من نقابة الصحفيين أو حتى من الصحفيين والمراسلين المتابعين للملف ده، وإشادة كبيرة بجهود الدولة المصرية في نجاح إدخال الصحفي وائل الدحدوح. بالتأكيد اليوم يعني هذا المخزن أيضا فيه عدد كبير من المساعدات التي قام الجانب الإسرائيلي بعودتها مرة تانية. إحنا بنتكلم عن مساعدات خاصة بالطاقة زي المولدات الكهربائية واسطوانات الأكسجين. الجانب الإسرائيلي أثناء الإجراءات التفتيشية اللي بتتم في منفذ العوجة وكرم أبو سالم في بعض المساعدات بترجع، فالمساعدات دي بتكون موجودة هنا في أحد الأماكن الخاصة بالهلال الأحمر المصري. بيتم اطلاع كل الوفود اللي بتيجي للمخزن، بيتم اطلاعهم على المساعدات دي إن الجانب الإسرائيلي متعنت في دخول هذه المساعدات، فبالطبع يعني بيكون في تقرير بيتم من قبل كل الوفود اللي بتيجي وبتزور المساعدات دي إن هم يبحثوا عن آلية لدخول هذه المساعدات، لأن كلها مساعدات خاصة. نتكلم عن اسطوانات الأكسجين فطبعا مهمة في المستشفيات اللي بتنهار هناك، بنتكلم حتى لعب الأطفال، في لعب أطفال بيمنعوا دخولها وبيرجعوها مرة تانية. وهنا تأكيد على نقطة مهمة جدا إن عدم دخول أكبر عدد من الشاحنات أو عدد أكبر من المساعدات للجانب الفلسطيني هو سببه الجانب الإسرائيلي وتعنت الجانب الإسرائيلي والإجراءات اللي بتتم من الجانب الإسرائيلي وليس من الجانب المصري. بوابة معبر رفح من الجانب المصري مفتوحة ولم يتم غلقها يوما واحدا، ويتم دخول الشاحنات التي يسمح الجانب الإسرائيلي بدخولها نظرا لإجراءات التفتيش التي تتم، ونظرا أيضا لتعنته بدخول بعض المساعدات وعودة بعض المساعدات الأخرى. فبالتالي بالنسبة للجهود المصرية مستمرة لإدخال كل المساعدات الإنسانية، وبالتأكيد نحن في انتظار وصول الوزيرة الهولندية سيجريت كاج منسقة الشؤون الإنسانية وعادة الأعمار في قطاع غزة، التي ستبدأ بزيارة هامة اليوم داخل هذا المخزن وأيضا معبر رفح البري. ونتمنى بعد هذه الزيارة أن يكون هناك تطور في دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. هذه هي الصورة من مدينة العريش والتفاصيل الخاصة بالزيارة، وبالتأكيد يعني سنتابع معكم كل التطورات الجديدة الخاصة بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. برجع لكم مرة تانية بسنت ومصطفى. شكرا لك محمود، وبالتأكيد يعني كل الكلام اللي انت قلته يمكن كان أكدت عليه إحدى بيانات وزارة الخارجية، واللي قالت فيه إن يعني ما حدث ليس له علاقة خالص بتعنت الجانب المصري في وصول المساعدات للجانب الفلسطيني. بالعكس، معبر رفح من جانب بسنت مفتوح بتخش منه كل المساعدات، ولكن عندما تدخل للتفتيش من الجانب الإسرائيلي ربما يرى إن هي بتشكل خطر عليه. يعني الحاجات اللي ليها علاقه بانبوبه اكسجين يقول لك ان دي ممكن تستخدمها المقاومه هناك، يقول لك مش عارف التعنت الواضح طبعا اللي بيحصل دايما. التعنت الواضح بالظبط كده، ولكن في النهايه
احنا فاتحين كل الابواب وبندخل كل المساعدات ونتمنى انها كلها توصل لاهالينا في قطاع غزه. بالتاكيد كده تكون خلصت حلقتنا النهارده مشاهدينا، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.